السلام عليكم. مرحبا بضيوفنا الكرام. هذه حلقة جديدة من بين سلسلة من الحلقات التي يقدمها فريق روافد الإبداع، روافد التجديد والإبداع، ستهتم بالمتعلم. تلك الحلقة المستهدفة والمهمة أيضا في المثلث التعليمي التعلمي. زملائي الكرام، معلمون كنا أو أساتذة أو متفقدون، جميع الحضور، من المربون داخل القسم لم يتعرض لحالة يتغير فيها المتعلم من ذلك التلميذ الناشط المتميز إلى تلميذ يعجز أحيانا عن فك أبسط الرموز، رموز وضعية سهل أحيانا؟ من منا لم يجلس وحيدا مفكرا في أمر أحد تلاميذه؟ لا لشيء إلا لأن المربي يسعى جاهدا إلى تحقيق النجاح والتألق لتلاميذه. لذلك أو لكل هذا أردنا أن نؤسس هذه الحلقة، موضوعها اضطرابات التعلم. هذه الحلقة سيقدمها الثنائي في التنشيط طارق سانديسني، أستاذ مميز فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، منخرط ومتحصل على عدة شهائد في التوأمة الرقمية، من مؤسسي روافد التجديد والإبداع. إذن العارض أو من سيقدم الحصة السيد جمال المناعي، أخصائي نفساني مدرسي ومعالج نفسي مكون في التربية الدامجة والدمج المدرسي مع المنظمة الدولية للإعاقة والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. زملائي الكرام، قبل أن نبدأ أردت أن نقوم إذن هي في شكل لعبة المنتيمتر كما تلاحظون على الشاشة. إذن هذا هو سؤالنا، لكن قبل ذلك عليكم اختيار صفحة جديدة أو فتح الهاتف إذن وكتابة منتي .com ثم كتابة الكود أو الرمز 9 8 7 3 9 5 كما ستجدون ذلك إذن في الكونفرساسيون أو الدردشة أو المحادثة كما نسميها باللغة العربية. أختي هويام، بإمكانك أن تكتبي لنا إذن منتي والرمز إذن في الشات. كتبت. نعم. إذن حتى ننتظر إجاباتكم ودخولكم، إذن سأتحدث قليلاً على المنتيمتر. إذن يمكن أن يستعملها، هي تقنية يمكن أن يستعملها المربي في بداية كل حصة أو في نهاية الحصة أيضاً لاكتشاف، إذن إذا اعتمدناها في بداية الحصة أو بداية المادة هو لبحث التصورات القبلية للمتعلمين، وفي نهاية الحصة يمكن أن نعتمدها كتقييم إذن لنرى مدى إذن فهم تلاميذنا. إذن نعيد menti.com. إذن الرمز 98 73 59. إذن ماذا يتبادر إلى ذهنك عندما نتحدث عن اضطرابات التعلم لدى التلميذ؟ إذن لدينا صعوبة التركيز، ما زلنا ننتظر.
إذن كمان نلاحظ هناك كلمات بدأت إذن في الظهور، إذن كلمات إذن غليظة ويتدل على تكرارها، وكلمات بدأت تظهر بال إذن صغيرة، إذن ذلك دليل على أن من كتب قد يكون فردا أو اثنين من الحضور. إذن ننتظر، إذن هناك مشاكل نفسية، عدم الانتباه، عدم الفهم، عدم التركيز، مشاكل نفسية، الالتجاء إلى العنف، فشل، الحالة النفسية الصعبة، ظهور تغييرات عند التلميذ. ما هي هذه التغييرات؟ الاختزال العصبي، الخجل، مشاكل اجتماعية، التركيز أو عدم التركيز أو انعدام التركيز، صعوبة القراءة أو الكتابة، عدم الانتباه، صعوبة الفهم، خلل بيولوجي، إعاقة عضوية. هنا يتحدث عن إعاقة، سنرى مع المختص سي جمال هل الإعاقة العضوية إذن هي اضطراب في التعلم أم لا. إذن العزلة، إذن الآن كما ترون مشاكل نفسية إذن متكررة كثيرا، عدم التركيز، الانتواء، تقريبا أهم ثلاثة كلمات إذن متكررة. الانتواء أيضا، هناك العديد من اقترح هذه الفكرة، الانتواء، العزلة، إذن تقريبا نفس المفهوم، التركيز أو عدم التركيز، إذن الضغط النفسي، الالتجاء إلى العنف، صعوبات في الكتابة، صعوبات في التركيز. إذن سنقتصر على هذه إذن المفردات أو هذه الاقتراحات. إذن زملائي، هذه مكتسباتكم القبلية كما نراها عند التلاميذ. إذن سنرى من منها بالفعل يمثل اضطرابا أو علامة أو صعوبة في التعلم، من منها تعتبر إعاقة وليست اضطراب في التعلم. ذلك ما سنرى سنمر الآن إذن مع اضطرابات التعلم. مرحبا بك سي جمال. سي طارق، نعم الانترنت. إذا سي جمال موجود بإمكانك الكلام. سي طارق،
سي جمال. سي جمال، سي طارق. تنجموا تستعملوا الهاتف إذا الإنترنت ضعيفة، قولوا لي تو أنا نعدي البارتاج. الو، تسمعوا فيا؟ تفضل سي طارق، تنجم تبارتاجي ولا الو، نعم سي طارق تفضل. الو، سيدك البارتاج يا سي طارق، نسمع فيك. هذا سي جمال مدام هي. سي جمال تفضل. سي جمال الو، تكلم سي جمال تفضل. بالنسبة لاضطرابات التعلم، هو خلل عصبي وظيفي خفي يمس العمليات الذهنية مثل الإدراك الحسي والذاكرة والانتباه والفهم والتحليل. الخلل هذا يعني يبرز بوضوح أثناء التعلم ويسبب صعوبات متفاوتة الشدة في تعلم القراءة والكتابة والرياضيات. الطفل من ذوي اضطرابات التعلم هو طفل يختلف عن أقرانه في طريقة معالجته الذهنية لبعض المعلومات. طريقة معالجة المعلومة بالنسبة للطفل أو التلميذ اللي عنده اضطرابات في التعلم تختلف على الإنسان العادي. الطفل هذا هو طفل مختلف في كيفية معالجته للمعلومات. اضطرابات التعلم ليس اضطرابا وقتيا، يعني هو ماهوش مربوط بفتره زمنيه معينه، هو مزمن يختلف على صعوبات التعلم الدراسي. يعني الاضطراب هذا يلازم الشخص مدى حياته، ولكن هذا الاضطراب لا يمنع من النجاح في الحياه. صحيح عنده اضطرابات، لكن الاضطرابات هذيا ما هيش عائق للنجاح نتاعو في الحياة. فما هو الفرق بين اضطرابات التعلم وصعوبات التعلم؟ اللي حكينا فيه من الأول وأنه اضطرابات التعلم هو ليس اضطرابا وقتيا بل يلازم الشخص مدى حياته، هي دائمة ومستمرة، هي إصابة تمس وظيفة أو عدة وظائف عصبية تتجلى في شكل تأخر في النمو أو صعوبات في مستوى ذاكرة العمل أو القراءة أو الكتابة أو الحساب أو التواصل أو التنسيق. هذا بالنسبة للاضطرابات. في المقابل صعوبات التعلم، صعوبات التعلم هي وقتية وغير دائمة، تتمثل في عوامل عابرة. الصعوبات في علاقة بعوامل عائلية أو اجتماعية أو مدرسية أو عاطفية أو في علاقة بالدافعية. على سبيل الذكر، حالة طلاق ينجر عليها تقهقر في النتائج المدرسية وصعوبات في التكيف المدرسي وعدم اندماج. حالة وفاة من الصعوبات، الفقر يدخل يعني من الوضعيات اللي تخلي التلميذ عنده صعوبة ربما في التأقلم في مجارات النسق. حكينا على الفرق بين اضطرابات التعلم وصعوبات التعلم، ثم فرق كبير برشا.
السؤال اللي نجمو نطرحوه، فما هو مسار تشخيص اضطرابات التعلم؟ بالنسبة للمسار، بالنسبة لمسار تشخيص اضطرابات التعلم، هو مسار متعارف عليه، سيتام بروتوكول انتر ناسيونال متعارف عليه. بالنسبة لتحديد مسار التشخيص نتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى التي تتمثل في تشخيص القدرات البصرية، ويتم هذا التشخيص باعتماد اختبارات ووسائل متخصصة يجريها ويفسر نتائجها مختص في مجال شو معناه؟ يعني ثم تلامذة عندهم صعوبات، نجم تكون الصعوبات متاعهم عنده مشكلة بصرية، يلزمنا نحن نثبت هل ترى البصر متاعه سليم أو غير سليم. الخطوة الثانية وهو تشخيص القدرات السمعية، ويتم هذا التشخيص باعتماد اختبارات ووسائل متخصصة يجريها ويفسر نتائجها مختص في المجال. الخطوة الثانية اللي هي كما قلنا تشخيص القدرات السمعية، يعني يلزمنا نتأكد وأنه التلميذ هذا السمع متاعه سليم أو غير سليم، لأنه تنجم تكون الصعوبة متاعه وأنه عنده مشكل في السمع، يلزمنا أحنا نثبت يعني هل ترى صحيح أو غير أو ما هو صحيح. الخطوة الثالثة اللي هي إجراء التخطيط على الدماغ، ويتم هذا التشخيص باعتماد وسائل وتقنيات متخصصة يجريها ويفسر نتائجها مختص في المجال. يعني لهنا يحكينا على intervention multidisciplinaire فيها طريق متعدد الاختصاص. الخطوة الرابعة هي تشخيص القدرات الذهنية، الذكاء العام متاع الصغير ذي يجب يكون الذكاء متاعه ذكاء عادي، ويتم هذا التشخيص باعتماد وسائل وتقنيات متخصصة يجريها ويفسر نتائجها مختص في المجال. الخطوة الخامسة اللي هي تشخيص الوضع العام، الوضع الصحي العام بالنسبة للصغيرة ذي. الخطوة السادسة وهي خطوة بديهية برشا، وهي تشخيص مهارات القراءة والكتابة والحساب، ويتم هذا التشخيص باعتماد معايير بيداغوجية محددة من طرف معلم البصر. إلى حد الآن تم 6 خطوات اللي هي تشخيص القدرات البصرية السمعية، تخطيط على الدماغ، تشخيص القدرات الذهنية، الصحة العامة، وتشخيص مهارات القراءة والكتابة والحساب. ما هو مدى انتشار اضطرابات التعلم؟ اضطرابات التعلم عند الإناث كما عند الذكور. بالنسبة لاضطرابات التعلم موجودة عند البنات كما عند الأولاد، موجودة في الأوساط الغنية كما موجود في الأوساط يعني المتوسطة والعادية. فما حوالي من 10-30% من التلاميذ المزاولين تعليمهم في المؤسسات التربوية العادية الذين يعانون من اضطرابات التعلم. هذا يعني على كل 100 تلميذ هناك على الأقل 10 منهم يشكون من اضطرابات التعلم. فما بحوث ودراسات عليا بينت وأنه على 100 تلميذ لديهم صعوبات في التعلم، 20 منهم لهم اضطرابات التعلم. شو معناه؟ يعني الكل نحصرهم عندهم صعوبات، نجوم خرجوا منهم 20 عندهم اضطرابات. نرجعوا لك الخطوات السابقة اللي حكينا عليهم اللي هما 6 خطوات. هذه النسب تدل على حاجة، وأنه الظاهرة اختيرة وضرورة التدخل للحد من انعكاساتها.
لأنه ثم بارش انعكاسات نجم تكون على الأطفال ذوما اللي عندهم اضطرابات في التعلم. فما هي أسباب اضطرابات التعلم؟ هناك العديد من الأسباب، ولكن العلم إلى حد الآن لم يتوصل إلى تحديدها جميعا. وقد بيّنت البحوث العلمية بفضل وسائل التقصي الحديثة كتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الديناميكي وغيرها من تحديد الأسباب التالية. كما أسباب ترجع إلى فترة ما قبل الولادة، مثل العوامل الجينية المتأتية من بعض المواد الغذائية والمواد السامة والعقاقير. ثم أسباب نجم تكون وترجع إلى ظروف عملية الولادة أثناء الولادة، وبالتحديد نقص الأكسجين بالنسبة للمولود. أسباب ترجع إلى فترة ما بعد الولادة وتخص الإصابات العصبية من جراء الحمى الشديدة والصدمات الدماغية. يعني لهنا ثم ثلاثة أسباب، أسباب يعني قبل الولادة، أثناء عملية الولادة، وبعد عملية الولادة، ولكن العلم إلى حد الآن لم يثبت شنو السبب الأساسي. الأهم من البحث عن الأسباب هو البحث عن كل السبل التي من شأنها أن تساعد الطفل على التقدم. يعني إحنا اللي يهمنا وكيفاش نجم نقدمه بالتلميذ هذا. لا ثم ملاحظة نحب نشير لها، وأنه ما نجموش نحكو عن اضطرابات التعلم في فترة ما قبل الدراسة، وإنما نتوقع ظهورها بوجود بعض العلامات أو المؤشرات. فما هي هذه العلامات خاصة باضطرابات التعلم؟ احنا مش نحكو كذلك على فترتين، فترة ما قبل الدراسة وفترة الدراسة. العلامات اللي التي تهم فترة ما قبل الدراسة: ثم صعوبة أو بطء في تعلم الأعداد والحروف. الصغير هذا يعاني من صعوبة في التمييز بين الألوان والأشكال، صعوبة أو بطء في اكتساب المفاهيم المتعلقة بالفضاء، مثلا أمامه تحت فوق. ثم صعوبة أخرى في اكتساب المفاهيم المتعلقة بالزمن، كما أيام الأسبوع، قبل، بعد، الغد. ثم صعوبة أو بطء في اكتساب المفاهيم المتعلقة بالتقدير، أكثر، أقل، أكبر، أصغر. اضطراب الحركة الدقيقة، مثل صعوبة قفل الأزرار، ما يجبش يقفل البوكون تاعو، الأزرار تاع الطبيب تاعو، ما يجبش يربط خيوط صباطو، ما يجبش يشد ستيلو باش يكتب. عاد ثم تلامذة ثم الظاهر ما عندهمش مشكلة باش يفرق بين اليمين واليسار، الحركة المفرطة. هذوما العلامات ما قبل الدراسة اللي يلزمنا نتنبه لهم. بالنسبة للعلامات التي تهم فترة الدراسة، وهو يقرأ في المدرسة، عنده بطء في تعلم آليات القراءة، بطء في تعلم آليات الكتابة، آليات الحساب، عنده مشكلة في الذاكرة ينسى، عنده مشكلة في الانتباه، ديما عنده الشرود. الصغير ذاك تعطيه نشاط في سامي، حس عنده إحساس بالإرهاق والتعب، عنده مشكلة في تنظيم أدواته، يبعثرهم على الطاولة، تحت الطاولة وفوق الطاولة وفي البلايس كل. علاقته بأصحابه بأقرانه ديما علاقة متوترة، يتحرك برشا، حركية متاعه ما هيش هادفة، عنده نقصان الرغبة في الذهاب إلى المدرسة،
فزو تزوم والصباح باش يمشي يقرا، ما نحبش نقرا، سيدي راه يضرب فيا، وهكذا عيلتي عليك باش الصغير هذاك ما يمشيش يقرا. الصغار هذوما عندهم خاصيه ينجموا يلاحظوها المعلمين برشا، وانه يقطع ما يلقاش ادواته ويقطعهم وينسى كل يوم راسه، كل يوم كتير. ثم اصلا شكون اللي نعرفهم يبدو حتى كتابه كامل، جمعه جمعتين ادواتي كلها جديده. عندهم مشكله في معرفه الوقت، عندهم مشكله في العدوانيه، سلوكهم عدواني. ثم ملاحظه مهمه جدا او افكار خاطئه لدى الولي والمربي، وانه الاولياء والمربين شو يقول لك راه سبب اضطرابات التعلم هو انخفاض معدل ذكاء الطفل، ماهوش صحيح. لانه كما قلنا راه في التشخيص لازم يكون عنده ذكاء عادي. الفكره الثانيه الغالطه ويلزم نكون واعين بها، وانه الطفل هذا هو المسؤول عن اضطراب التعلم، مش صحيح. لانه قلنا راهو لتريتمو او معالجه المعلومه بالنسبه للصغيره ذي راهي تختلف على التلميذ العادي، يعني ماهوش هو راهو المسؤول على الصعوبه اللي عنده او الاضطراب اللي عنده. العائله هي المسؤوله عن اضطراب التعلم لدى الطفل؟ لا، لانه ثم عائلات تصرف في فلوس تستاهي فلوس على جلسة لي باراسكولي، وربما ما يقروا عند زوج معلمين او اكثر، خلف ما لهيم بهم، يعني هي موفره كل شيء. او بالعكس تكون العائله هي مثلا في علاقتها بالتلميذ بتكون في علاقتها بالتلميذ علاقه ثم عنف ثم لا، ماهوش صحيح. ساعات نقولوا كمشاهدين وأنه الطفل مدلل برشا وكسول ماهوش قد، مش صحيح. لأنه صغار هذوما التي الاضطراب نتاعهم يرجعش للكسل نتاعهم أو للدلال. الدروس الخصوصية تمثل الحل الأمثل لاضطرابات التعلم، مش صحيح. نجم تقريه ما تقريه، لكن ما توصلش للنتيجة اللي أنت حاجتك به. مادام ما عرفناش شنية إشكال اللي عند الصغير هذايا وعند التلميذ هذايا، مهما جبنا له ومهما عملنا له ما ناش نوصله للحل. ما هي انعكاسات اضطرابات التعلم على مسار التعلم؟ بالنسبة لانعكاسات اضطرابات على مسار التعلم، فما انعكاسات على مستوى مسار التعلم، ثم انعكاسات على الجانب العلائقي للطفل، جانب العلائقي مع أصحابه ومع المدرس نتاعه ومع المحيط نتاعه ومع العائلة، وثم انعكاسات على التقدير الذاتي وعلى سلوكياته. بالنسبة لانعكاسات اضطرابات التعلم على مسار التعلم، كما تعطيل الآليات الأساسية التي يجب اكتسابها في كل تعلم جديد، مثل آليات القراءة وآليات الكتابة وآليات الحسابة، بحيث أن عدم اكتساب آلية من هذه الآليات يسبب عجز التلميذ في تعلم هذه المواد الأساسية. حاجة أخرى نجم نلاحظوها على مستوى التعلم، التدني. الصغار هذو نشوفوهم ديما النتائج نتاعهم نتائج متدنية في بعض المواد أو كلها ومنذ السنوات الأولى في الدراسة. حاجة أخرى اللي هي عدم قدرة التلميذ على مواكبته النسق العادي للتعلم رغم المجهودات المبذولة، يعني لو ريتم دابرونتيساج نتاعو اللي تري لون، نسق التعلم نتاعو بطيء جدا بالمقارنه مع
التلاميذ في نفس الفصل. حكينا على انعكاسات اضطرابات التعلم على مسار التعلم، اليوم باش نحكوا على انعكاسات اضطرابات التعلم على الجانب العلائي، على الجانب العلائي كنتيجة لتدني النتائج المدرسية وعدم وكبت النفق. التلامذة هذوما مش عندهم تم توتر الجانب العلائي مع الأقران ومع الأصدقاء وكذلك مع أفراد العائلة والمدرسين، لأنه ديما منبوذ من طرف أصحابه، منبوذ من طرف العائلة، ربما معاملة ما هيش هي من قبل المدرس نتاعه، ينعت فيه نعوت سلبية. وهذاك علاش بالأكيد جدا باش تكون العلاقة علاقة توتر بين بين وبين المحيط نتاعو. ثم حاجة أخرى لاحظوها اللي هي النفوذ الدائم للآخرين منه، وهذا فيصبح الطفل غالبا في عزلة. هو عنده تأخر في الدراسة والنجم نصفوه ربما عنده فشل في الدراسة وعنده أعداد سيئة، طبيعي جدا وأنه باش يكون ثم نفور من صحابه. وهذاك علاش مش تلقاه جابد روحه، تلقاه في عزلة، لا يتمتع بمكانة إيجابية مع أقرانه، فهو محل نقد واستهزاء ومصدر العديد من التساؤلات والاستغراب. النقد كما حكينا والاستهزاء كما حكينا، ينجم يسخروا منه أصحابه، ينجم المعلم يضحك عليه أصحابه، ينجم يعني تجيه انتقادات كبيرة، انتقادات لاذعة. الحاجة الأخرى اللي لازم نلاحظوها العدوانية في التعامل مع الآخرين، شي يولي عنيف في ردة الفعل متاعه، عنيف في تصرفاته وفي معاملاته مع الآخر. بالنسبة للانعكاسات الأخرى هي على مستوى التقدير الذاتي للطفل وعلى سلوكياته، مش تولي عنده نظرة سلبية على ذاته، معاش يولي فخور بذاته، يولي عنده نظرة سلبية، مش يولي إنسان متشائم. سي جمال، سي جمال، نعم مدام هويم، تفضل سي طارق. أي ال ال عملتها بينا، سمحني يعني انقطع الكهرباء، نعتذر، معناتها قاع خلل شوية، هم عدنا توا إن شاء الله. مرحبا، لباس لباس. بالنسبة للانعكاسات، نحن حكينا على الانعكاس على مستوى التعلم، انعكاسات على مستوى وثالثا انعكاسات اضطرابات التعلم على التقدير الذاتي للطفل وعلى سلوكياته، مش تولي نظرته لذاته سلبية، إنسان ماهوش فخور بذاته، ديما ينظر روحه غير قادر، عنده نظرة متشائمة فيما يتعلق بالمستقبل، عنده توتر نفسي مستمر وقلق متزايد. علاش؟ من جراء الضغط المتأتي من الأولياء
والأقران والمدرسين. ثم عنده إحساس بالإحباط والذنب الذي يسبب السلوك العدواني وحالات الاكتئاب، يعني حالات اضطرابات التعلم نجم تهز إلى الاكتئاب وحالات السلوك العدواني. من بين السلوكيات هذه ثم سلوكيات معارضة، ثم الحركية الغير هادفة، الرفض المستمر للمدرسة وعدم الانضباط في الفصل. هذا اللي كنا نحكي عليه، حكينا على الانعكاسات، انعكاسات اضطرابات التعلم على مسار التعلم، على التقدير الذاتي للطفل وعلى سلوكياته، وعلى الجانب العلائقي بالمحيط. فما هي أنواع اضطرابات التعلم؟ هناك العديد من أنواع اضطرابات التعلم. اضطرابات التعلم متعددة، ولكن الأكثر انتشاراً والمعروفة نسبياً من قبل الأولياء وكذلك من قبل المربين، نجد اضطرابات القراءة المعبر عنها بديسلكسي، اضطرابات الحساب لا ديسكالكولي، اضطرابات الكتابة لا ديسغرافي، اضطراب النطق والكلام لا ديسفازي، اضطراب الحركة لا ديسبراكسي، اضطراب الانتباه والحركة الزائدة اللي هو تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون افيك هايبر اكتيفيتي او سون هايبر اكتيفيتي. احنا من هنا باش ناخذوا زوز نماذج، اللي هو نموذج اضطراب القراءة ونموذج اضطراب الحساب. بالنسبة لاضطراب الحساب القراءة، اضطراب القراءة هو قصور، هي قصور واضح ومستمر في قدرة الفرد على قراءة الكلمات أو في اكتساب مهارات القراءة بصفة عامة. يتسبب هذا القصور في تأخر الأطفال في القراءة مقارنة بالأطفال من نفس العمر ونفس المستوى الذكائي، يعني تلامذة هذوما في نفس الفصل عندهم نفس المدرس، عندهم نفس الذكاء في نفس الظروف، لكن نلاحظوا وأن مستوى القراءة متاعهم بالمقارنة مع التلامذة في نفس الفصل كي تلاحظ عبارة أقل منهم بعامي، هو عمره 8 سنوات وكي تشوف القدرة متاعه عبارة 6 سنوات، بورتون بالرغم من أنه عندهم نفس الذكاء. هذا الاضطراب يحدث للأطفال على الرغم من تلقيهم تعليما ملائما في إطار مسارات تعليمية عادية، كما كنا نحكي يقرأوا في نفس الفصل مع نفس المدرس نفس الطريقة البيداغوجية، لكن يظهر ثم تأخر. بالنسبة للاضطرابات هذه تنقسم إلى عدة أنواع، فيها المتوسط وفيها العميق. بالنسبة للصنف المتوسط تلامذة ذوما بإمكانهم تعرف الحروف والتمييز بينها، ينجم يقرأ الحروف ويميز، لكن ما عندوش القدرة على تكوين الكلمات والجمل. ويمكن أن تصل خطورة الاضطراب إلى حد عدم القدرة على تعرف الحروف أو التمييز بينها. هذا بالنسبة لاضطرابات التعلم العميقة. يتصف الأطفال من ذوي اضطرابات القراءة بالبطء الشديد في القراءة
وبضعف القراءة الجهرية وصعوبة الفهم، لأنه ما عادش تولي عنده قدرة باش يقرأ، يولي خايف، يولي يرتعش، يتخوف ياسر من القراءة الجهرية. فما هي العلامات التي تدل على وجود اضطرابات في القراءة؟ هذا بصفة عامة على اضطرابات القراءة. تو شنو أهم العلامات؟ الصغار هذوما غالبا ما يجعل عينيه قريبتين جدا من الكتاب عند القراءة. الصغار هذوما تعطيه نشاط قرائي يحط راسه في الكتاب. الصغار هذوما عندهم نسبة توتر كبيرة وارتباك وبعدم الأمان عند القراءة. كي تقول له اقرأ عبارة عملت له حاجة خايبة، عبارة سبيته، عبارة أهنته، أكثر من إهانة، لأنك أعطيته نشاط هو غير قادر باش ينجزه. صغار هذوما وقت اللي تعطيه نشاط قرائي غالبا أو في كثير من الأحيان يذيعوا في السطر أو الكلمة اللي وصلوا لها. عنده مشكلة كبيرة في الانتقال من سطر إلى آخر، يرفض أو يبطئ في القيام بواجباته المدرسية. كي تعطيه نشاط أو خدمة أو عمل منزلي ديما يتهرب منه. من العلامات الأخرى ثم صعوبة كبيرة في التمييز بين الحروف المتشابهة على مستوى الكتابة. احنا تعرفوا ديما عنا كما احرف متشابهه كيما السين والشين، كيما الباء والتاء والنون، الياء والثاء، وعندك الحاء والجيم والغاء الى غير ذلك. ثم صعوبه في التمييز بين الحروف المتشابهه على مستوى القراءه. مرلول حكينا على مستوى الكتابه، تو على مستوى القراءه كيما الضاد وشاء، الضاء والضاد، التاء والداء، السين والزي، الكاف والقاء، لأنهم أقراب في النطق. صغار هذوما عندهم خاصية قراءة الكلمة بصفة معزولة، يعني عنده القدرة باش يقرأ لك كلمة وحدها، لكن كي تحطها له في جملة ما عادش تولي عنده قدرة باش ينجم يقرأ الكلمة ذيك. عنده قدرة على يمكن نقولوا قدرة، يعني قدرة نسبية على التعرف على الكلمات المألوفة. كي تجيب له كلمة أخرى جديدة حتى بنفس الحروف يضيع فيها. عنده صعوبة في التمييز بين الكلمات المتشابهة على مستوى الكتابة. عنده صعوبة في التمييز بين الكلمات المتشابهة على مستوى الكتابة. على سبيل الذكر نار ودار، بحار نجار، فول طول. ما ينجمش النهجة بتاعتي فول يكتبها لك طول. كتابة الكلمات بنفس طريقة، عندهم مشكلة تلين بهذوما، وأنهم يكتبوا الكلمات اللي يسمعوها كما يسمعوها كما يكتبوها. مثلا بنت يكتبها لك بالنون بالتنوين. الرجاء غلق المصدح. اش نجمو نعملوا معاه متلام بهذوم؟ بعض التوصيات العمليه: الحرص على المعرفة الجيدة باضطراب القراءة. يلزمنا تكون عندنا فكرة شنو معناه اضطراب القراءة، وأحنا في القسم مؤلف الدار يلزمنا ننتبه إلى مدى انتباه الطفل وإصغائه عند مراجعة الدروس أو عند التدريس. الصغار هذوما يلزمنا نعطوهم الوقت الكافي لقراءة أكثر ما يمكن من الكلمات والجمل
المألوفة لتنمية سيولة القراءة. حاجة أخرى يجبنا نتأكد بأن المواد التي يقرأها التلميذ مكتوبة بخط كبير وواضح. استعمال أنواع خطوط كبيرة وواضحة. صغار هذوما في العادة من المستحسن وأن نكتبوهم بالكبير. هذاك علاش من التوصيات وأنه يتم تضخيم الخط في أثناء الدرس العادي أو أثناء الامتحانات. فما حاجة أخرى، العمل على الإثراء المتواصل للرصيد اللغوي للطفل بتعلم كلمات جديدة. فما حاجة أخرى نجم نعملها في الدار أو حتى في القسم في أنشطة براعة يدوية، حث التلميذ على قص الكلمات وتكوين الجمل، تكوين جمل بها. ثم تنمية ذاكرة التلميذ بالتكرار والتحفيظ، كما القرآن، كما القصائد الشعرية، كما بعض المقاطع من الجمل أو الأغاني. أو ساعات يطلب منه مثلا باش يكتب لك فقرة أعجبته أو بعض المصطلحات التي أعجبته، يلزمنا نحفزه. ثم حاجة مهمة جدا وهي استعمال التكنولوجيا الحديثة اللي هي استعمال الحاسوب، واستعمال الحاسوب للقيام بتمارين تفاعلية في القراءة. هذه حاجة بها ممتازة جدا، نجم تجذب التلميذ ذاك وتعطيه الحافزية باش يقرأ وباش يحسن من إمكانياته. ثم حاجة مهمة، عدم إجبار الطفل على القراءة بصوت عال إلا إذا طلب هو ذلك. إذا عرفنا وأنه عنده مشكلة في القراءة عمرنا ما نجبروه ونحرجوه وأنه يقرأ. وقت اللي يكون هو مستعد باش يقرأ نعطوه باش يقرأ. بعد ما حكينا على اضطرابات القراءة اللي هي الديسلكسية، تعدوا لاضطرابات الحساب لا ديسكالكولي. شنو المفهوم تاعو ذي؟ هو اضطراب تعلم الحساب هو صعوبة محددة ومزمنة في قدرة الطفل على تعلم مهارة أو أكثر من المهارات التالية. هو عنده اضطراب فيما يتعلق بالعمليات الحسابية وتوظيفها مثل الخلط بين عمليات الجمع والطرح، وصعوبة في حفظ الجداول الحسابية وتذكرها. الصغار ذوما ما عندهمش القدرة على كتابة الأعداد في منازلها، الأحاد، العشرات، المئات. عندهم بطء واضح في حل المسائل وصعوبة في تحليل معطياتها وفهم ما هو مطلوب منه. عندهم صعوبة في توظيف العمليات الحسابية وفي بناء المراحل اللازمة للوصول إلى الحل. شنو هي العلامات؟ ثم برشا علامات. الصغار هذوما عندهم مشكلة في التقدير، أكبر ولا أصغر، أقصر، أقرب، أبعد، أغلى ولا أرخص. عندهم مشكلة في الترتيب، مثلا ترتيب الزمن. عندهم صعوبة في المقارنة. عندهم مشكلة في العد من الذاكرة. عندهم خلط كبير في الأعداد المتشابهة، مثلا في عود يكتب 14 يكتب 41، في عود يكتب 21 يكتب 12. ثلاثة ذوما ثم اللي فيهم عنده عجز على الربط بين الرقم ورمزه، قل له 5 يكتب 6. تفضل. العلامات اللي حكينا عليهم اللي هما عندهم صعوبات في التقدير، كيما أكبر وأصغر، أطول، قد، عندهم صعوبة في الترتيب مثل ترتيب الأشياء أو ترتيب الزمن، صعوبة في المقارنة. الصغار هذوما عندهم مشكلة في العد من الذاكرة، عندهم خلط في
أعداد المتشابهة كيما 14 41 21 12 عندهم عجز على الربط بين الرقم ورمزه. أنت تعطيه قول له اكتب خمسة نجم يكتب لك ستة. عندهم صعوبة في تحديد حاصل لمجموعة معينة. عندهم صعوبة في تسمية أو استخدام الرموز الرياضية كما مع في ال. عندهم خلط بين عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. عندهم صعوبة في حفظ الجداول الحسابية. عندهم صعوبة في كتابة الأرقام التي تحتاج إلى اتجاه معين كالرقم 3 يكتبها لك بالعكس 3 متلفة لليمين. رقم 4 9 إلى غير ذلك. التلاميذ هذوما ينجموا يعكسوا الأرقام الموجودة في الخانات المختلفة. مثلا 25 قد يقرأه أو يكتبه 52. التلاميذ هذوما ينجموا سي جمال، سي طارق. نعم. يبدو أنه هناك خلل، يعني شوف الحل. عاود الحساب لحظة مدام. حلو. تاو سافا. لا مش موجود حتى شيء. العرض مش واضح. مازال ما وصلش العرض. والصوت. صوت هك تتكلم أنت موجود. عاود بارتاجي. لاكسي تنحى مدام تاع البارتاج. لحظة سي طارق، انت خرجت على خاطر. لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل سي طارق، عندك لاكسي. شكرا وسامحنا على ال واضح خارج على نطاقنا الكل. على نطاقنا الغلب. واضح هاي. دونك نواصلوا بالنسبه لاضطرابات تعلم الحساب. وصلنا لبعض التوصيات العمليه اللي هو كما حكينا يلزم ثم معرفه باضطرابات الحساب، ثم المعرفة الجيدة لطريقة تفكير الطفل في حل المسائل. لازمنا نفهموه كيفاش الطريقة نتاعو في حل المسائل الحسابية. حاجة أخرى، اعتماد المحسوس في العد، لازمنا نعطوه حاجة ملموسة. تجنب التعقيد والتجريد، ما يلزمنوش نعطوه حاجة أبستري، يلزم حاجة من المحيط نتاعو. كي نعطوه تعليمة يلزم تكون تعليمة بسيطة، ما هيش تعليمة مركبة. التدرج في تقديم المسائل من مسائل ذات خطوة واحدة إلى مسائل ذات خطوتين أو أكثر. الأهم من هذا كله هو التدريب المتواصل والمنتظم. حاجة أخرى اللي هو إمكانية استخدام الآلة الحاسبة، وهذا يعني مشروع بالنسبة للتلامذة اللي عندهم اضطرابات في الحساب. كما التلامذة اللي عندهم اضطرابات في القراءة أو اضطرابات بصفة عامة، اللي نجموا يستعملوا الطابلات ويحطوا فيها البرامج اللي خاصة بالمستوى المعين. تو مش نحكوا على أهم الممارسات البيداغوجية. ممارسات البيداغوجية على مستوى الفصل
هي راي على سبيل الذكر، ولكن تنجم ثم بارش ممارسات، خاطر كل صغير تنجم تكون عنده خاصية معينة. انطلاقا من خصائص التلامذة اللي عانوا أو عندهم اضطرابات في التعلم، هناك احتياطات بيداغوجية مساعدة لهذه الفئة لمتابعة الدروس، وهي أنشطة اعتاد عليها المدرس وليس مطلوبا منه إلا التكثيف، يعني حوايج هي معتاد يعرفها أي معلم يعمل فيها ربما من غير ما يكون واعي، لكنها عندها أهمية كبيرة. اللي هي في العادة يحط صغيرة ذاك من الأول، يبدأ عنده صعوبة، ما يعرفش اللي هو عنده اضطراب، لكن يقول عنده صعوبة يحطه من الأمام، يعود له ويكرر له، ثم اللي يكتبونه بخط كبير، ثم تنويع أساليب التدخل اللي هي شفوي سمعي بصري، يجيب له نماذج نتاع رسوم، يقرأ له القراءة الجيدة للتعليمة وتوضيحها قدر الإمكان، يعاود يقرأ له التعليمة ويفسرها له ويفهمها له. وشكرا للجميع على حسن الإنصات. إذن بعد ما عرض سي جمال، إذن هذه الجملة إذن من المفاهيم، إذن مفهوم اضطراب التعلم، الفرق بين اضطراب التعلم وصعوبة التعلم إلى آخره. الآن سنبحث ماذا بقى إذن في ذاكرتنا من هذا العرض. إذن سنقوم بلعبة الكاهوت. إذن سنقوم بلعبة الكاهوت. سنختبر إذن أنفسنا، إذن ما تبقى، إذن ما تبقى عندنا وما لم يتبقى. إذن كما تلاحظون هنا، إذن سنفتح نافذة جديدة، سنفتح نافذة جديدة، إذن وسنكتب kahoot.it. ستكتب لكم إذن الأخت هويم إذن في الشات conversation، إذن kahoot.it، ثم نكتب الرمز أو الكود 9 7 1 5 1. أنتم مدعوون للمشاركة. سفيان الزريبي مرحبا، إذن الأخت بثينة هاش مرحبا، مرحبا بالهاش أخت رجاء. هاي نكثروا نكثروا. واي سي إبراهيم مرحبا، عميدنا سي إبراهيم راهو إذن أحد مؤسسي إذن روافد التجديد والإبداع، وهو اليد الثانية تقريبا. إذن أخت نورة، سونيا، حليمة، هناك عوض أن يكتب اسمه، كتب إذن الرمز. إذن باقي 13 لاعبا، شوي ما عملناش حتى زوز في رقبة كرة قدم، أي شوي حماس عاد هذا نجم نعملوه حتى مع تلامذتنا في القسم راهو. بين قوسين في إعداد الحصة، إذن معايا سي جمال وريته الكهوت، قال لي من أحسن الحاجات اللي تساعد إذن التلميذ إذن في اضطراب التعلم تخليه يقبل، وإحنا بيدنا حتى تلامذة، معناتها حتى تلامذة يكون تلميذ هكا ماذا به يلعب، توا يلعبوا بالتابلت تليفون أورديناتور ما نعرفش أنا برشا أنواع إحنا ما لعبناش به مقبل، صحيح ندخلوا لهم عالم التكنولوجيا هذا العالم الجديد، إذن في التعلم صدقني يقبلوا عليه إذن بشراهة وننجحوا، وبرشا ناجحين مع تلامذتهم. سي جمال شنو عندك ما تقول على الكاهوت؟ الكاهوت حاجة هايلة ياسر، فيها أنت التكنولوجيا الحديثة تجد تستعملها وتوظفها، من بينها الكاهوت في تمارين تفاعلية تخلي التلميذ يركز، بالنسبة للتلميذ ما تخليهوش يغلط، جست أن أبرنتيساج وتدريب على الحروف، نجم يكون ثم شكون بجنبه تخليه يتفاعل،
تخليه يحس وأنه عنده قدرة على المواصلة، عنده قدرة على مواجهة الصعوبة اللي عنده، على تجاوز الصعوبات اللي عنده، وينجم يكون خير من غيره. ورغم الأطفال هذوما ينجموا يوصلوا. شوفوا أنتم ادخلوا لسيت أرشيديس ديز أرشيتاكت ديسلكسيك في النازة، أقروا وأنه يتم انتداب جزء مهم من العباد اللي عندهم اضطرابات في التعلم في النظرة. ودخلوا سير انترنت وتو تشوفوا التلامذة هذوما إذا نتلهوا باهم ونوفروا لهم اللي لازم يكون نجموا نوصلوا باهم. را إذا نشوفوا لهنا إذا فوائد إذا الوسائل هذه إذا الإعلامية بصفة عامة، الحاسوب إلى آخره، إذا هي إذا يعني أحد المفاتيح في اضطرابات التعلم. بالنسبة للمناشير وزارة التربية تنص وأنه للأطفال اللي عندهم اضطرابات التعلم إمكانهم استعمال اللوحات الرقمية، إمكانهم استعمال الآلة الحاسبة، وراو أي حاجة نجم تفيد الصغيرة ذاك راو نجم نوضحه. أكيد أكيد. إذا وصلنا 35 لاعب، خليتكم ساعة أن تدخلوا الناس الكل. قبل ما نبدأ في اللعبة هذه مش تكون إذا بعدها مش نفتح باب للنقاش، حبيت نذكركم أن غدوة عنا إذا حلقة أخرى، حلقة جديدة، حلقة متميزة مع زميلتنا المبدعة إذا أحلمة الجوادي. إذا موضوع الحصة مش نقوله لكم تقولوا مدام أحلم في مدام هويم في الآخر أو هي تتدخل وتقول مثالش. إذا غدوة بإذن الله إذا لدينا حلقة جديدة، حلقة بالفعل تفيدنا في إذا في عملية هي عملية من عمليات البيداغوجية إذا لمارسها المعلم. برشا يسمعوا بها لكن ما يطبقوهاش، ما يعرفوش وقتاش مش يطبقوها، مش نجيبوا مختص أيضا، نقولوا مختص سامحني مدام حليمة نحكوا مش نقول لكم عليها شنو هي مهارات الحياة. إذا التلميذ يقرأ ما يعرفش كيفاش يستعملهم، معناتها ما استفاد حد شيء. إذا وصلنا 37 لاعبا، سننطلق الآن على بركة الله. بسم الله. إذا اضطرابات التعلم، إذا هي خلل وظيفي في وظيفة ما، كل ما سبق ذكره، خلل عصبي وظيفي بسيط أم إعاقة بسيطة. 20 ثانية، إذا نضغط على اللون المناسب للإجابة. إذا نشاهد الكتابة في الحاسوب ونجيب على الهاتف أولا. إذا هناك 5 إجابات صحيحة. إذا هي خلل عصبي وظيفي بسيط، ليست إعاقة، أراه مش إعاق. إذا سي شوقي العبدلي، الأخت ليلى لصيف، ثم زين. إذا سنمر، إذا مشكورين. هاي البقية شوية منافسة تتراوح نسبة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلم بين 5 و10%، أقل من 2%، بين 10 و30%، بين 30 و40%. وراي نسب تقريبية. يلا وصلنا 12 إجابة، بزلت 5 ثواني، 4 ثواني، يلا البقية. إذن لدينا 9 إجابات صحيح. سنبحث من؟ إذن سي محمد جلالي، الأخت عواطف حامدي، والأخت بثينة في المرتبة الثالثة. هيا شوية نركزوا شوية. إذن يعتبر التلميذ المنجز العملية التالية 250 مع 50 تساوي 200، لديه اضطراب في التعلم أم لا؟ هذا إنسان ما زادش اللي احتفظ بها، العشر اللي احتفظ بها ما زادهاش. إذن الواحد هذاك في المئات. إذن يعتبر هو تلميذ لديه اضطراب في التعلم أم لا؟ حكي عليها سي جمال في الأخر في الرياضيات. نعم تقريبا أكثر من النصف مجاوبين صحاح. إذن هو إذن اضطراب وليس إذن صعوبة.
إذن الأخت بثينة في المرتبة الأولى، الأخت ليلى عادت إلى المرتبة الثانية، والأخت بسمة في المرتبة الثالثة. وينكم يا معشر الرجال؟ إذن السؤال قبل الأخير، ما هي مهمة المدرس تجاه التلميذ في اضطراب في التعلم؟ إذن هي وظيفة تحسيسية وقائية، مرافقة أما ما سبق ذكره جميعا. شنو مهمتك أنت كمدرس؟ مش تحس فقط أم وقائية أم مرافقة سترافق ذلك التلميذ أم جميعا؟ إذن الإجابة هي كل ما تم ذكره. إذن هي مهمة المدرس، هي مهمة تحسيسية وهي مهمة وقائية أيضا أن يحمي ذلك التلميذ، وهو مرافقة سيرافقه بعد أن يتأكد أن لديه اضطرابا في التعلم. نشوفوا النتيجة. الأخت بثينة تتصدر المرتبة الأولى، الأخت بسمة المرتبة الثانية، سي محمد جليلي عاد إلى المرتبة الثالثة. إذن راهو نعرفوا فما شكون راهو عنده الإجابة لكن أخطأ في الضغط، يعني عزر على اللون المناسب أو بطئ فاتوا الوقت تحسب له إجابة خاطئة. إذن السؤال الأخير، الإناث أقل عرضة لاضطرابات التعلم من الذكور. هذه فكرة سائدة، مش نعرف صحيحة ولا لا. كان صحيحة، إذا صواب نضغط على اللون الأزرق، خطأ نضغط على اللون الأحمر. إذا قبل، إذا شفنا النتيجة، إذا هو خطأ. احنا برشا نغلطوا نقولوا للاولاد البنات قرايه على الاولاد، اذا ما عندهمش. شوفوا حتى في النتائج نقول الاناث، اذا هم متصدرين اذا المراتب الاولى في الاقسامهم، معناتها برشا يفسروها انهم هم ما يعانوش من اضطرابات في التعلم، وهو فكره خاطئه. كيف كما عند الاناث كما عند الذكور. مش نشوفوا اذا الترتيب النهائي. بوديوم بثينة في المرتبة الثالثة، مشكورة أخت بثينة. في المرتبة الثانية سي محمد جليلي. في المرتبة الأولى الأخت بسمة، نصفقوا لها الأخت بسمة، مبروك. إذن هذا الثلاثي المنتصر، نعرف بكلكم، إذن راكم كلكم منتصرين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. إذن مشكورين جميعا على حضوركم. مشكور الأخ جمال على هذا العرض، إذا كامل فريق الروافد دون استثناء على المساعدة. إذا الآن سنفتح باب إذا النقاش. إذا تفضلوا باب النقاش، مش تنظموا الأخت سارة والأخت هويام، تفضلوا برفع اليد أو بالكتابة في الكونفرساسيون، وسي جمال معاكم للإجابة عن استفساراتكم. مرحبا بالجميع. إذا الآن سيقف العرض أخت هويام. أخت هويام. نعم سي طارق، مشكورين. أنت أو الأخت سارة تكون فيكم، مش بارك الله فيكم تولى. إذا مهمة إذا أخذ الاستفسارات أو باب النقاش، وسي جمال لو موجود للإجابة عن استفساراتكم. شكراً. سنمرر التدخلات حسب الأولوية برفع اليد. مدام بسمة قعلول رفعت يدها. تفضل أخت بسمة، افتح المصدح. إذن مرحبا بكم ناس كل عسلامة. يعطيكم الصحة على الفكرة، ياسر تحفونا، ياسر محتاجيني للحق. أني نقري في الثانوي، ورغم اللي حسب ما شفت يعني الصعوبات هذه مش بالضبط يعني هي اللي في القسم، ولكن تلقى سنة أولى ثانوي يوكوك ما نجمش يقرب الباهي، تلقاه كما هكي يحب يميل أنه يلعب شوية أكثر من أنه يركز. حتى أني نستعمل في الوسائل التعليمية الحديثة معناها بالقدر المستطاع،
وتحسهم معناها حتى الفضاء اللي عملته في الليسي معناها مميز برابور للمواد الأخرى وللقاعات الأخرى. الإشكالية وين هو كيفية التعامل مع النوعية هذه مع تلامذة خاصة في سن معناها مراهقة، والصعوبات هذه نلاحظها حتى مع تلامذة أكبر معناها في التروازيم وحتى في البكالوريا، مش في النطق بالذات مثلا في أنه يكتب التال مفتوحة والتال مربوط، وأنه مثلا ما يتذكروش، وأنه يجيك بدرس مثلا أنت تعطي زوز دروس الامتحان يجيك بدرس أكاهو، هذا نفسروه أنه صعوبة في التعلم وأنا نفسروه معناها بحوايج أخرى. ثم أنا كيفاش نجم نتعامل مع خاصة مع التلميذ سنة أولى ثانوي اللي كما قلت لك يقرأ النص يبدأ يلهث يبدأ مهما يغلط الحق، رغم أني نحاول أني ما نحرجوش وكل مرة بكيفاش. مع الشكر ويعطيكم الصحة مدام هوية مكامل الفريق. سي جمال شكرا مدام على السؤال، لأنه سؤال اعتيادي يوميا يسألوه المعلمين ويسألوه الأساتذة. أول حاجة احنا باش نميزوا بين اضطرابات في التعلم أو صعوبات في التعلم، هو على مستوى كل مندوبية ثم أخصائي نفساني. الأخصائي النفساني هذا يتنجم توجه له الحالة به. أنت باش تتعامل معاه كتلميذ عنده اضطرابات في التعلم، يزم يكون عنده ملف طبي. وحكينا على مراحل تشخيص اضطرابات التعلم اللي هم حكينا عليها 6 مراحل، باش يجي في آخر المطاف تقرير مفصل وأنه التلميذ هذا عنده اضطرابات في التعلم في الحساب أو 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 ينجم يكون رو عنده مجموعة من الصعوبات. به لهنا أنت كعلاش الملف ذاك؟ الملف ذاك باش يعاونك أنت كأستاذة وأنك تفهمي وأنه عنده اضطراب ولازمه خصوصية في التعامل معه. احنا شقلنا؟ قلنا التلامذة هذوما راه ويلزم يكون عنده ملف باش أنت تعمله التطويع البيداغوجي الملائم، باش أنت تتغافل على أكل الفوت دورتوغراف متاعه، لأنه التلامذة هذوما يعمل أخطاء كبيرة، أخطاء في الرسم، أخطاء في كتابة، والتشريع والمناشير متاع وزارة التربية تعطيك أنت الصلاحية وأنك باش تقيمهم، يعني على مستوى التقييم والامتحانات والتدريس يكون يعني ملائم للوضعية هذه. يعني لهنا يلزمك تكيف كل شيء، تكيف بيداغوج على مستوى الامتحانات، على مستوى الاختبارات، حتى في التوقيت راه ساعات في التوقيت راه تنجم انت تعمل له اختبارات قبل كما تنجم تعملهم له من بعد، وهذا راه يتم ديما بالتنسيق بينك يعني بين المربي وبين متفقد الماده او بالطبيعه متفقد في التعليم الابتدائي، لانه في الثانوي عندهم برشا متفقدين وبرشا اختصاصات، وبالتنسيق مع الاخصائي النفساني. يعني لهنا المرجع نتاعك اللي هو ملف التلميذ هذاك، باش انت تعامليه بصفه افراديه. استاذ لحظه الله يخليك، الاشكاليه مش في اللي ما عندهمش ملفات، راهي الاشكاليه تو خاصه في الثانوي، تو تقول لي عندكم في المندوبيه راهو تلامذة صدقني كي تغوص معاهم في بعض التفاصيل تبهج، فما تلامذة ما عندهمش ملفات ولكن يعانيوا في صعوبات كثيرة وكثيرة جدا، ما عندهمش ملفات، ما تلقاش ملفات. أنا فهمك أي حاجة مدام، راهو ثم إشكال، وأنك صحيح راهو ساعات المدير المؤسسة أو المربي يعمل إشعار سينيال مو حول وضعية معينة، وهو العمل راهو عمل شبكي، يعني انت ماكش مش تستدعى، ساعات راك تستدعى التلميذ راه وتصير لك من بعد اشكال مع الولي، يعني الولي يلزم يكون امبليكي معاك، خاطر ماكش انت ولا انا راني باش نهزوا بالطب النفسي للاطفال والمراهقين، لانه غاديك يعملوا لي زيكزامان كل راه، خاطر الاخصائي النفسي في المندوبيه طارق انقطع الصوت. الو الصوت واضح؟ واضح تفضل. نعم واصل. احنا ايش قلنا؟ قلنا راهي مسار التعاهد
بتلامذة هذوم اللي عندهم اضطرابات في التعلم راهم مسار تدخل فيه الأطراف الكل. إذا غاب طرف راهو نجم أنا كأخصائي نفساني نخدم خدمتي والولي يخدم خدمته والملف موجود، لكن على مستوى الإدارة أو الأستاذ ما يعملوش التكييف المعين أو ما يعملوش المعاملة اللي يلزمها تتعمل، أو العكس بالعكس، يعني المربي يعمل إشعار ويبدأ حريص يعني حرص كبير باش يعاونك تلميذ، لكن الولي ما يجيب لكش المطلوب. هو ديجا حتى على مستوى نقول نحن في النجاح والرسوب المنشور، وأنه ينص وأنه تلامذة هذوما، خاطر التلامذة هذوما اللي عندهم اضطرابات في التعلم راهم مصنفين من التلامذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. شكون هما التلامذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية؟ تلامذة ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي هما ذوي الإعاقة، ذوي اضطرابات التعلم والموهوبين. يعني احنا نقولوا ذوي الاحتياجات الخصوصية والمنشور ينص وأنه في أنجاح والدوبيل يلزمنا نعاملوهم معاملة خاصة، راهم التلامذة اللي عندهم اضطرابات في التعلم ما يخضعوش نفس شروط الارتقاء والرسوب اللي ياخذ على التلميذ العادي. واضح سي جمال. حبيت نذكركم إذا في الكونفرساسيون تشات الدردشة إذا موجود رابط الفورمز، إذا اللي يخص الحضور تعمروه وتبعثوه باش يعني كل من يعمر مش تحصل لشهادة. راهو نزيد نذكر راك ما تعمرش غلط، راك ما نعرفوش اللي انت حاضر معنا. إذا موجود في رابط في الدردشة، الرابط موجود في الدردشة. وشكرا مدام هيام، تفضلي. الأخت راضية توا ستتدخل. راضية السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نشكركم في البداية لفريق الروافد، أشكر الأستاذين على الحصة على ما قدماه. اللي حبيت نتسائل عليه إنه هذا بديته زميلتي قبلي، إنه المشكلة عندنا في خاصة في الثانوي تلميذ ما تلقاش عنده ملف يبين يعني صعوبات التعلم عنده أو اضطرابات التعلم، لكن أنت تلاحظ هذه الاضطرابات. الولي ما يحبش يعترف عادة بأنه ولده عنده إشكال أو بنته عندها إشكال. في حالات كما هذه احنا كيفاش ننجم نتصرفوا معهم، خاصة أني الملف مش موجود. عادة المديرين ما يتعاونوش بحكم أنه الولي يرفض. أنت في القسم كيفاش بتعامل معه؟ معني أنا كأستاذة كمربية كيفاش نتعامل معاه ونشوف معني أنه تلميذ ثانوي وحيانا ما يعرفش يكتب كلمة صحيحة، يعني حتى الحروف. واضح مدام لهنا. فقط كملت سؤالك سمحني. نعم تفضل. عايشك. تقريبا لهنا من عرشة وتوشيبك سي جميل. تقريبا أنا لهنا رغم ثلاثة تقريبا داخلين طرف واحد ركب نجم تعمل حد شيء. الأستاذ أو يعني المدرس بصفة عامة، مدير المؤسسة التربوية سواء كان مدرسة أو معهد أو مدرسة إعدادية أو حتى جامعية، ثم الولي. المشكل الأكبر، الصعوبة الأكبر هي في الولي. أنا عندي فكرة سمعتها مشكون إذن معالج نفسي تربوي يعني مختص، وقعت له مشكله، جالوا الولي وهد وقال له انت بنصيف تقول ولدي مهبول لهنا. ممكن سي جمال على حسب ما فهمت اذا الخليه تفضل الاجابه. سامحني مدام. شكرا مدام. تفضل. هو راهو اللي كل مؤسسه تربويه فيها خليه يسموها خليه العمل الاجتماعي المدرسي او خليه مرافقه التلميذ في الوسط المدرسي، لانك انت كمدرس راهو تنجم تستدعى ولي وينجم ما يجيكش، وثم حاجه اخرى، ثم الاداره وثم الهيكل اللي عملته وزاره التربيه اللي هو الخليه. الخليه راهي عندها الوثائق نتاعها الرسميه اللي تخدم بها، يعني تنجم تبعث اشعار للولي على اساس وانه ولده يعني في حاله تهديد، ولده مهدد. فهمتني ولا؟ الخليه هذه من دورها راهي تبعت الوضعيات اللي عندهم صعوبات وعندهم اضطرابات في التعلم،
يعني أنت واجبك كأستاذة اللي هو التقصي، تريد أول حاجة يعملها للمربي اللي هو كيفاش رصد الحالات اللي عندهم صعوبات، خاطر أنت تنجم تقول راه صعوبة لكن من بعد تطلع اضطراب، لكن نصنفوهم كل صعوبة، لفاتوا أنك ما عندكش دوسي نصنفوهم صعوبة. يعني بعد عملية الرصد هو المتابعة طرف أعضاء الخلية، الخلية اللي هي يلزمها تكون دورة، وراو ثم معاهد راه مش مفعلة فيهم الخلايا، راه في المعهد نتاعهم مش مفعل، راو فهي هي ثم 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 معاهد وإعداديات حتى مش مفعل فيها الخلية، دورة الخلية. حاجة أخرى، راو مدير المؤسسة ينجم يبعث إشعار، ينجم يبعث إشعار كتابي إلى المندوبية، ينجموا هم يستدعوا الولي، ينجموا يبعثوا إشعار لل سي جمال سي طارق الصوت انقطع أسيلو يلزم نزغبتو بعتلو في الحصة الانترنت يظهر لي الانترنت تقصد الحصة هذه بالذات شيء عجيب ويجي حصة الروافد تعمل جو الانترنت ربي معانا سي جمال سي طارق نسمعوا فيك نسمعوا فيك مدام مرحبا بس تسمعوا فيا انتم ولا نعم نسمعوا فيك طول شعص ايه تسمعوا فيا اي الو اي نسمعوا فيك ايه في العاده رام يجوك دي بارون راهو ريزيستون وما يحبش يهز ولده ولاخ ولدي مهبول تعرف شنو نحكي له شنو الامتيازات نحكي له شنو الامتيازات اللي نجم يتمتع بها ولده اللي هو مثلا حكايه الرسوب والنجاح راهو ما يخضعش لنفس المقاييس اللي يخضع لهم التلميذ العادي. حاجه اخرى على مستوى المعامله راهو الاستاذ او المعلم ماهوش مش يعامله معامله كما التلاميذ الاخرين في التقييم والامتحانات كيف كيف يعني عنده امتيازات خاطر راو يلزم لهنا الادوار كلها تتكامل باش نجمو ندفعوا بالتلميذ هذا وهذه هي راهي وسيله ضغط راه اذا ولدك ما تعملوش ملف راهو عباره بالنسبه لي انا راهو تلميذ عادي تعمل له دوسيه ويكون قانوني راهو ولدك باش نعامله معامله يعني تخضع لشروط معينه اللي نصت عليها المناشير تصور هكا جاوبتك مدام شكرا سؤال اخر الله يحييك مثلا لو فرضنا انه ولي يكون متعاون ويحب يعمل ملف الولد شنو يلزم شنو هي الخطوات اللي يمشي بها باهي بالنسبه للخطوات يمشي للاخصائي النفساني الموجود في المندوبيه اذا تعذر عليه ينجم يمشي للوحده الجهويه للتاهيل ليرير اللي تابع المنطقة هذيك الوحدة الجهوية للتأهيل يعطيك الصح خطر ثم وحدات جهوية للتأهيل فاهم إيكيب كاملة فاهم بيدو بسيكياتر فاهم سيكولوج في يعني فاهم أعضاء الخلية الكل اللي نجم يعاونك تلميذ ذاك يا ذير تكوين الملف راه إيه لتكوين الملف باهي ريتم بعد ما يجي تقرير نهائي التقرير ذاك يمشي للأخصائي النفساني الموجود في المندوبية يهز التقرير ذاكرة اي والتقرير يعني من خلال التقرير وتزيد تم معاينة للتلميذ وقتها يتم مراسلة مدير المؤسسة ويعطوه يعني ملف التلميذ كامل مع التوصيات اللي تنص على الإجراءات الاستثنائية والتقييم والامتحانات اللي خاص بك التلميذ ذاك ويدخل لهنا في خانة التلامذة اللي من ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي يتمتعوا بالإجراءات الاستثنائية. شكرا أستاذ. بالله سمح لي راهو الأخصائي النفساني في المندوبيات الجهوية للتربية راهم هما المنسقين الجهويين للدمج المدرسي واللي هما متعهدين بالتلامذة ذوي الاحتياجات الخصوصية. واضح. مشكور أستاذ. صحيح.
هل من استفسار آخر مدام هويام؟ مدام هويام هل من استفسار آخر؟ فما مدام إنصاف تحب تقول كلمة. تفضل. أخت إنصاف. عسلامة. أول حاجة نحب نشكركم على الموضوع هذا، هذا موضوع باللي باش نحكيو فيه وباللي هو موضوع شائك ويهم ولادنا ولاد تونس الكل ولاد بياسور الأمة العربية. أنا حبيت نسأل عمي ولا استغربت، عندي تلميذة متميزة باهية، معناتها هي تلميذة سوف كو عندها دي ترو دو ميموار، ساعات تقول لي مدام البفري ونعرفها نعرفها ما نذكرهاش شنية تلما، معناها اهتميت بها ونبدأ نحكي معاها في الراحة، تقولي تجيني حاجات كيكا. الحفظ تلقى صعوبة كبيرة في الحفظ، تنسى. حسب ما حكيت لي قتلي طاحت قبل مرة من بركون متاع دارهم مش عالي برشا، ونسيت لاكت متاع الطيحة. حبيت نعرف التلميذة هذه معناها عندها دي بروبليم وممكن سا بوتيتر روميدي ان جور وإلا لا، خاطر هي تلميذة متميزة راهي. شكرا مدام. بالنسبة للتلامذة المتميزين ما عنده حتى مشكلة، رغم هم التلامذة اللي عندهم بريكوسيتي انتلكتويل نجم تكون عندهم اضطرابات في التعلم. به حاجة أخرى، احنا قلنا انت قلتي البنية هذه تحت على راسك عندهاش دوسي ميديكال، عندهاش اشكال. والله حكيت مع امها ابارامون قالت لي راني مشيت من بعد تعدي وعملت لها تيست دماغي الكترونيك هذاك وما عندها حتى شيء، سوف كل البنيه تنسى، وحتى في الحفظ تحفظ وتنسى. قلت لك ساعات تجيها حتى كلمه تباشير مثلا تبدا تعرفها وما تعرفش صح فلات كوا شنو هو التباشير تنساه، فهمت شنو هو معناها؟ اي حاجه ساندويتش مثلا ولا كسكروت تعرفها الكلمة ما تطبقهاش على الصورة. ليس يعني هذه متكررة في حياتها اليومية. مش أنا أنا راها في القسم، حتى أمها تقول لي تعمل هالي الفازة. متكررة معناتها. إيه. هذا بس ما نقول لك حاجة، يعني هذه يثبت في الدوسي ميديكال نتاعها، يعني لهنا تم إليميناسيون دوتر بروبليم. يعني فور جوجي لا سيتياسيون راه تتدير راه ثم اولياء راه عندهم لي دوسي وراه ما يحبوش يجيبوه. لا هي جابت لي ان دوسي، سامحني، جابت لي هي ان دوسي من عند بيدو بسيكياتر اللي البنيه اوبارافون عندها فوها هي سوردوي ان انفون بروديج ميم مش حتى سوردوي. اي البنيه اكتشفوها الاج دو 7 ولا 6 ans اللي هي زادة ان انفون بروديج. وي جابت هي اللي جابت لي التوسي، عملت لها وقتها او نيفو لانغويستيك او نيفو لوجيك، يعني عندها بريكوسيتي كبيره برشا. هيك علاش قلت لك حتى في القرايه متميزه معناها، سوف عندها البروبليم هذايا تنسى نسي. وفي لي زيكزامان تاعها عادي، لي زيكزامان تاعها اي دي زيكزامان عادي، من تاريخ جغرافيا كل حكايات الكل طايح، تحفظ راهي وتنسى. تحفظ وتنسى ريت وكيفاش يبدا عندها ان دوسي هذيا، ريت حتى مثلا من لي تيب دو كيستيون راهو نجمو يتبدلوا لها راه. اي اما اي بوف با لا كونسيديري ني بروديج ني ا بروبليم، خاطر لي دو على فوا. ركزه ولا طفله نحسك مش هنا. مركزه تبدا في القسم البوش. انا حطيت لك في الروافد، حاولتك في الروافد الروافد حطيت لك زوج سؤالات، وفما دام خطتدخل قبل هذيك عوض قبل شو اسمه برا برا مدام ساره تاكل الميكرو. يصير باردون سي طارق. والله مرحبا مدام. مدام اسمع. الو وي نسمع فيك مدام. هذه مشتش القسم الطب النفسي مش بيدوبسيكياتر البررة، خاطر قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين راو فيه توتان ستاف. فهمتني؟ راو ساعات يجوك دي رابور من بررة من بيدوبسيكياتر لكن يبدو مشكوك فيهم،
نبعثوه يعني القسم معترف به لأنه فيه الاسبيسياليتي كل. يعني أنت كي يجيك من بعد تقرير يجيك تقرير مفصل وفيه شنية أصلا حتى لي كونسيكونس هي ما تحت على رأسها ينجم يقول شنية لي كونسيكونس متاع تيحة هذيك واش نجمو نعملو معاه. باهي تنقل وين تنجم تمشي هي معناها؟ خاطر البنية عم جاي سي سي ماني. بريميرا ابتدائي. ابتدائي. اذا عم جاي تمشي للرازرة والرازرة من اعز الاقسام راهو نتاع الصغار. الرازي في تونس معناها؟ اي الرازي في تونس. في سوسة ما فماش ان اوتر. سوسة موجود. سهلول. اي مش سهلول، سهلول. فرحات حشيت. ما هي مدام سارة بحضر الفاق دو ميدسين شني فرحات حشيد فرحات حشيد فيها فيها سيرفيس بيدو بسيكياتري بيدو داكور إن شاء الله يكون جابك مدام. أي أما أحبيت أزيد نسأل حاجة أخرى بربي سمحني بالنسبة للموهوبين لي زانفان سور دوي لي زانفان بروديج دونك هذوك كونسيديري أوسي أ بروبليم هذوك كونسيديري من لي زيليف أ بزوان سبيسيفيك C'est-à-dire les besoins sont différents d'un élève ordinaire. En classe, mais en classe, je vois les normes ou les choses que vous avez avec un enfant prodige. Donc, les choses. En fait, à la fin de l'année, on parle des manachirs. Il n'y a pas de chose. Quand il y a des manachirs, on parle de لكن وقع عليها برشا اعتراض دونك اكو يخلص سنه في الوسط يعطيك الصح بالنسبه للتويكه عمليه مش القفز اما التبكير بالنسبه اللي زيليف هذوما اللي عندهم الكوستي انتليكتويل التبكير فقط في دراسه عمره 5 سنوات ينجم يدخل سنه اولى اما يلزم في البروميير اني سيكوندير ولا دوزيام اني سيكوندير ما عنده ما يعملوا له بالنسبه للتشريعات سي مالوغو مي سي كونسا سامحني بربي الخليه اللي حكيت عليها حكيت عليها في الابتدائي ماهوش موجوده اي سامحني مدام سي جمال قال لك راه هما معناتها ديما فما مناشير خاطر تحدد هذا ما ينجموش يتصرفوا بعدهم فما وزاره دخل فما وزاره قبل كان قفز معناتها قفز مثلا هو بريمير اني نجم يقرا في الزماني اي نعرف انا بدي كنت بريزيدون داسوسياسيون اون افون 2000 اون في لا فورماسيون اون بيداجوجي اي بسيكولوجي دونفون بور لي مامون اي لي فيتور مامون سوف كو انا هذا البروبليم ديجا معناها يؤسفني ويأسفني خاطر جبدها هو وانا نعرف اللي في تونس ما فما حد شيء حاجه اخرى الخليه اللي حكيت عليها يعني معناتها هنا مش تشريع مثلا اي تشريع سامحني الخليه اللي حكيت عليها سامحني لحظه بربي الخليه اللي حكيت عليها موجوده في الثانوي في الابتدائي مش موجوده التلميذ يعدي ابتدائي كامل لانه مدير المؤسسه هو رئيس خليه العمل الاجتماعي المدرسي مدير المؤسسه هو مش مفعلها مدير المؤسسه التربويه راه هو اللي فعل الخليه موجودين في الليسيات وموجودين في المدارس راه الخليه تتطور على اساس هو الانسان ما يسكرش الباب لكن ثم دي دوسي ساعات يجوكي من هكرة الو وي نسمع فيه يقع التنسيق بين الاخصائي النفساني الموجود في المندوبيه والديوان وزاره التربيه على اساس يشوفوش تماش دي بوسيبيليتي باش يعاونوا التلامذه هذوما يعني بالنسبه لك انت تنجم تتصل غاديك عندك دو بسيكولوج غاديك تسمع فيه ولا نجم تتصل وشوفوا ربما الامكانيه مع الديوان او المسؤول على الفئه هذه خاطر ساعات راهو ثم تشريعات ساعات ثم نقولوا نحن اجتهادات نجموا نعاونوا بها الصغير هذاك او حتى البسيكولوج غادي على عين المكان حتى مع المتفقد ينجموا مثلا يشوفوا طرق كيفاش يعاونوا الصغير هذاك بربي لحظة ملاحظة وبرا الخلية تتكون من شكون من مدير وبسيكولوج وبسيكياتر وإلا تتكون من مدير والمعلمين بالنسبة لخلية مرافقة الطفل في الوسط المدرسي هي موجودة في المؤسسة التربوية
فيها الطب جماعه الطب المدرسي والجامعي، فيها الاخصائي النفساني، وفيها جماعه الشؤون الاجتماعيه، وفيها امتسع والمدير المدرسه. اي بالطبيعه اي مدير المدرسه والمعلم. بالنسبه للمدرسه فيها مدير المدرسه، وبالنسبه للمؤسسات التربويه الاعدادي والثانوي ينجم يكون سيرفيون جيني، ينجم يكون اي شخص يعني هو المسؤول عليه غاد. حتى قيم معناتها ينجم يكون. هل تختلف المدرسه الابتدائيه فيها كان المدير هو اللي يمثل الاداره. اي بالنسبه للمعاهد الثانويه او المدارس الاعداديه اي اداري ينجم يكون طرف في الخليج. ان شاء الله يكون جاوبك. جاوبني جواب شافي ووافي، بارك الله فيك. عايشك اختي عايشك، شكرا سي جمال. سي جمال عندكم سؤال كتابي، قالت اخت عواطف بن ابراهيم، قالت ان صنفنا المتعلمين حسب خصوصيه احتياجاتهم في التعلم، اي حسب الصعوبه التي يواجهونها في مجموعات لمعالجه صعوباتهم، ثم نلحقهم ببقيه المتعلمين في القسم، هل سيسبب لهم ذلك إحساس بالنقص أو الحرج؟ مدام هوية التصنيف يعني يحطون في مجموعات؟ أي قالت في مجموعات هي حسب احتياجاتهم. ربايكم جروب بعد نحطوهم على العادي. هو سمحني مدام هوية مرة وحتى لهنا ما نعرفش كان معنا أي متفقد ينجم يدخل. هما لهنا حتى يعني البيداغوجيا الفريقية احنا نطبقوا فيها في الاقسام تاعنا، معناتها هي بطبيعتها موجوده، معناتها ينجم يعمل وقتي معناتها انت وحسب النشاط. اما فاضل مدام هوية. نعم هوية، بالنسبه للخلايا مرافقه التلميذ في الوسط المدرسي اما تجربه تويك يقوموا في نفس السياق اللي تحكي فيه انت، لانه برنامج الانقطاع المدرسي يشمل التلامذة هذوما. علاش؟ خاطر التلامذة هذوما هم معرضين للفشل والانقطاع. من بين التجارب تويك اللي يحبوا خذوها وأنه كيفاش نعملوا أنونسانيومون كومبونساتوار بالنسبة للتلامذة هذوما اللي عندهم صعوبات، كيفاش نجموا نلموهم في مجموعات ويتلها بهم المعلم نتاعهم أو الأستاذ نتاعهم يقراهم وحدهم جوست فور لا ريكوبيراسيون. واضح احمد معوض يعني التلامذة ذوما ينجم يحطوهم دون دي سي جمال. سي طارق تفضل مدام. مدام أميرة. وي مدام هوية، إذا سي أحمد معانا يحب يضيف كلمة. تفضل سي أحمد. تفضل سي أحمد. مرحبا بي. زاد هو عنده من بكري شوية مشاكل مع الإنترنت. إذا موجود معانا مفتوحة ليه الكلمة. يتفضل. مرحبا. خطر أكيد. هل من استفسار آخر؟ أخت لبنى. لبنى السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم الصحة ساعة المحاضرة القيمة. بالنسبة لملاحظتي بالنسبة للخلية في المدارس الابتدائية، أنا نخدم في مدرسة فيها الحالات هذومية، لكن عمري ما ريت الخلية هذه مفعلة. بالنسبة لصعوبات التعلم، أو كالمعلم يتعامل بالخبرة اللي عنده بالمجهود حسب وين تقف إمكانياته. حاجة أخرى، مثلا في حالة ما يكون طفل عنيف يعود مثلا ما تعرفش عليه، يهز حاجة يطيش على أصحابه ويخرج وقت ما يحب من القسم، معناها يتصرف بطريقة عنيفة مع أصحاب يعودوا خايفين حتى هما منه، يجيوك مثلا متاع المعاقين مركز النهوض بالمعاقين يحضروا معاك يشوفوك أنت كيفاش تتعامل معه، كيفاش هو يندرى فماش تطور فماش
لكن يمشيو غير ما يعطيوك انت اتروك والا يعطيوك ملاحظات نوع من التقرير ولا توجيه ولا انت تبقى وحدك انت وكالطفل هذاك تحاول باللي قدرك به ربي انك باش تعمل مجهودك معاه. جميع باش يزورك طبيب نفسي والا مثلا اختصاص الاطفال اي حاجه وحدك تلقى روحك. وحتى في الامتحان تعمل له امتحان ويجيك امتحان عادي وسك احنا امتحانات موحده تعدي له ويقول لك حتى كي تعيط الولي يقول لك انا مش مشكل المهم هكا يكون يدمج مع الاطفال جوست بوغ سانتيغري وكها. فهمت معناها انت كمعلم يعود قلبك من داخل يتوجع عليه التلميذ هذاك ماذا بيك تمشي معاه الابعد تلقى روحك تدور في حلقة وحدك. واضح. شكرا مدام. يعيشك ويعطيك الصحة. أنت مدام سألتي برشا أسئلة. جبتي على الخلية. قلتي راه ما جاني حتى حد من الخلية وحتى حد ما يطل علي وحتى وحتى. باهي. الخلية. أما مشكل كبير في الخلية. الخلية. فيها عناصر مسؤولية اجتماعية وفيها الطب المدرسي والجامعي وفيها التربية. الإشكال في تنظيمها وإلى حد الآن مشروع الخلية هذا كل مرة جايبين برنامج اللي الهدف متاعه كيفاش يتلهى بك الصغيرة ذاك وكل مرة يعني نحاولوا يعني كيف تحاول الوزارة كيفاش باش تحسن في الخدمات المزداد للتلامذة هذوما. الخلية لو كان مثلا جينا كلها متربية حتى في المقابلة رأيت سهل المقابلة حتى في الزيارات رأيت تكون سهلة. أما أنت كيفاش مش تلمهم أعضاء الخلية هذوك وكيفاش مش تواصل معهم؟ هذا يرون الإشكال القائم تويكا حتى ساعات يتقابلوا الثلاثة هذوما الوزارات يقع بيناتهم حتى صراع كبير. ومشكلة الأخصائي الاجتماعي وأنه عاطينه الخالية وزيد عاطينه خدمة أخرى بحوث اجتماعية و يعني بالنسبة لهم هما فماش تخصص زيد زيادة أخرى بالنسبة للأخصائي النفساني في المؤسسة التربوية راو شوف أنت قديش عندك ابتدائي وإعدادي وثانوي وتحط عليهم قديش من أخصائي مثلا إكزامبل ثم مندوبيات فيها واحد برك ثم مندوبيات فيها زوز وما عندوش كان ملف الدمج المدرسي عنده برشا ملفات أخرى. فهمني مدام ولا فهمتك مالو. فهمتك خويا اي فهمتك ايه يعني انت الصغيره ذايا عملتيش نهار اشعار حول الوضعيه اي عملت بس عملت ما إشعار. قدمته للمديرة المؤسسه لاني إيه؟ انا الولي انا كمان ما كملتش تبعت ما كذبش عليك الحاجه انا اللي انا معناها علاش عملت اشعار لانه هو التلميذ يحضر بصفه دوريه وكي جاوا باش يراقبوا ما ريتش انا كمعلمه شنو الاضافه اللي حصلت لي عطوني شي طريقه اخرى باش نتعامل معاه يندرى لاحظوا شي تطور حالته تحسنت. انت التلميذ اللي تحكي عليه من ذوي الاحتياجات الخصوصيه اي مدمج اي عنده ملف متعدي على اللجنة الملف نتاعو مش واضح في حد شيء حاطط هو يجيب الولي نتاعو يوميا لكن كي جيت نطلع على الملف نتاعو ماهوش ديتاي بريمو سكوندو الطبيب حاطط له انتغراسيون بارسييل والولي يصر انه كيوميا يحضر كتلميذ عادي. يعطيك الصحه مشكله في الولي باهي لا مشكله في الفريق الكل كل ما فهمش ما فهمش لانه انت قلتي هو دمج جزئي يعني صغير عنده وقت معين هي ثم آلية من الآليات اللي هي مشروع التربو الإفرادي يتعمل للصغيرة ذي ماكش تعمليه أنت وحدك راه فيه المتفقد وفيه المدرس وفيه الأخصائي النفساني وفيه الولي يلزم الولي وأنه يكون راه واعي وأنه الصغيرة ذي راه إذا مش نحطوه حصة كاملة رانا باش نضروه يعني مش حسه كامله ماشي الولي في باله وانه ولده باش يستفيد بالعكس هو ريتك نص ساعه راهو يستفيد فيها خير من اللي يبقى حصه كامله يعني هذا اخزر راهو ثم تلامذه راهو ينجم يوقفوه راهو على الدروس راهو يوقف ما هو اجيتي عنده برشا مشاكل ينجم يوقف راهو على الدرس راهو
لا يقف الدرس النهار وانه بلا سمح انتظار ما تخدم شيء مدام رام ثم تلامذة ثم تلامذة عنده انتريتمو وعنده كذا نهارة اللي يدخل يقرا في الوالير ويقص عليه على كتريتمو هذاك كومبليتمو يرجع الصغير كما كان ازيرو يعني يلزم الناس كلها تكون مع بعض يعني تنسيق لهنا واجب يعني حالة وعي جماعية لازم تكون ولا مش طرف واحد طرف واحد ما ينجم يعمل حتى شيء صحيح هذاك الولي لهنا اللي فهمت انه الولي يحب طريقة بخلاف اللي يلزم يتعامل بها ولده بالنسبة للولي عبارة جاب ولده يقرا ثمانية روح به ماضي ساعة ولا نص نهار هذاك اش يعرف ولا هنا مشكلة أخرى يلتزم به هكا هاو أنت دبر راسك تم استدعاء الولي للمؤسسة التربوية استدعيته أنا شخصيا وفي مكتب مش وحدك راه أنا وحدك لا مش أنا شو أنا كي استدعيته عملت كي فقت اللي هو ماهوش انتجراسيون توتال بارسيال خاطر الطفل معناها يلزم حد اختصاصي باش يعاوني عليه ما تحسنش حالته ذيك اللي تنطيع خاطر جزئي خاطر جزئي هو ما ظهرلوليش من الأول انا معنى عادي نتعامل عادي حتى نهار طلبت ملف وحبيت نفهم شنو الحاله نتاعو بالضبط المرض نتاعو شنو فهمت وقتها فقت اللي هي انتغراسيون بارسيال وعيطت له قلت له يا اما جيب له مرافق يا اما خلينا نشوفوا اختصاصي يقف معنا باش نجمو نتجاوزو وقتها انا باش فقت سينو نكمل العام وما نفيقش باي سامحني مدام باش نسالك سؤال تفضل يعني المؤسسه الابتدائيه ولا اعدادي ولا ثانوي ابتدائي بريمير المدير لهنا ما يعرفش انه هو دمج جزئي ما فماش ما نعرفش انا ما نجمش انا لهنا يعني ديما تلقى الاشكال ديما فما حلقه مفقوده شكون مشكل التنسيق فوالا مدام نعم خويا مدام كيما قلت لك الأخصائي النفساني في المندوبية هو المنسق الجهوي لدمج المدرسة يعني مدير المدرسة ينجم يبعث للأخصائي النفساني ويشوفوا كيفاش ينسقوا مع بعضهم يستدعوا الولي ويقعدوا معاه ويستدعوا زيد المتفقد لأنه جزء من العملية التربوية ونشوفوا كيفاش شفتوا كي يقعد طفل عنيف راه صحاب يخافوا منه تعش معناها خاطرهم مسكين شيء أقوى منه معناها ما تعش يهز دبوزة يرميها ترى يوصل يقف على الدرس وما يمشيش يقرأ في انتظار وأنه البو يعاود يهزه للطبيب أو يعاود يعديه على اللجنة بالطبيعة راهو بحضور الأطراف الكل راه وكان يلزم ساعات راه تقع ريزيستونس خاطر لهنا طفل مهدد راه سي جمال لهنا ينجم يكون حتى طفل يأخذ في دواء وقت ولا ستارة قطع صوت عنده نجم يكون اوتيست فوالا واضح مدام اي واضح خويا يعطيك الصحة ويعطيك الصبر ناخذ مدام ستارة مدام سونيا بن موسى تطلب الكلمة عندها برشا تفضل كل مرحبا افتح المزدح مدام وتفضل مدام سونيا مدام سونيا موجودة نرجع لها ما عندي سؤال قبل سي سفيان الجلالي قال لك كيف يمكن المدرس أن يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة أكبر للنجاح وما هي نوعية الاختبارات؟ إذن كيف يمكن المدرس أن يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة أكبر للنجاح هكا؟ نعم وما نوعية الاختبارات؟ الاختبارات المقدمة ليه معقول؟ نعم أول حاجة احنا حكينا عليها وأنه استنادا إلى ملف يجب يكون الطفل ذا متعدي على اللجنة الجهوية لدمج المدرسة يكون عنده ملف به وكل صغير راه حالة بذاته يعني احنا بالنسبة لكل تلميذ عنده نسق التعلم متاعه يعني نسق التعلم متاع التلميذ ذا مش هو نفسه يعني لهنا مراعاة الفروق الفردية حاجة أخرى راه بالنسبة التلامذة هذوما حتى على مستوى التقييم يعني تقييم يراعي قدراتهم كل تلميذ نحطوله لزوبجيكتيف الأهداف اللي نجمه
نحققه له في مده زمنيه معينه. يعني لهنا المدرس مكلف وانه نفس له العادي. طارق انقطع الصوت مرة أخرى. سي طارق. مدام واضح الصوت؟ توا واضح هاي. بالنسبة للتقييم راه التقييم انقطع مرة أخرى. سي طارق. ألو. ألو. تفضل أي تفضل مدام. تفضل سي طارق. تفضل سي. بالنسبة للتقييم قلنا راهو تقييم تسميه طريقة التقييم تاعو. ثم اللي نعملوا له باش يلون، ثم اللي يربط بخط، ثم اشطب الخطأ، ثم نعم أو لا. وينجم راهو يكون مع التلامذة هذوما مرافق للحالات اللي تستدعي يكون معاه مرافق، أو ينجم المدرس هو اللي يقرا له التعليم والتلميذ يجاوب. يعني ثم تلامذة ونطون با مدمجين، ما ننتظروش منهم حاجة كبيرة. أما الهدف نتاعنا هو إدماجهم اجتماعيا. نعم. أوكي. واضح. نعم. مدام سونيا رجعت، تفضل مدام سونيا. مدام سونيا تفضل. لا يوجد صوت مدام سونيا. في انتظار الصوت مدام اسمهان طلب الكلمة، تفضل مدام اسمهان. مدام اسمهان. مساء الخير جماعة الكل. مرحبا. تسمع فيا؟ نعم. بربي بكري تحكيوا على الانتغراسيون بارسيال. بالنسبة للانتغراسيون بارسيال يعني نعرف أولياء ونعرف تلامذة، يعني هو التلميذ في الابتدائي يقرأ 5 سوايع على بعضهم، دونك المعلم يقري لقاط والحساب والقراءة والإنتاج. إذا أنت مش تعملوا انتغراسيون بارسيال مش تقريه ساعتين التلميذ وتوجي الوالي متاعه يخرجوا 10 إلى وحده، كيفاش هو مش ينجم يحضر لماتيغ الكليكية؟ كيفاش يستفيد التلميذ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دونك تحكي على الإدماج الاجتماعي، هو معناتها لازم إدماج زادة في القسم. إذا هو يرفض باش يقعد في القسم شنو الحل؟ يرفض السلوك متاعه معناتها مهما يعمل سلوكه يعني ماهوش كيما صحابه، ماهوش باش يخليهم يتبعوا الدرس، ماهوش باش يخليهم يركزوا، مرة خرج مرة رجع، المعلم لهنا مش يضيع الحصة متاعه الكل. هذو ما أسألتي الزوز وشكرا. شكرا مدام. بالنسبة للتلامذة هذوما اللي عندهم مثلا أنت اللي حكيت عليهم عندهم أجيتاسيون ما يركحش جنب، راهو ثم تلامذة مش أجيتاسيون كهو، اضطرابات متعدة معناتها، ما هو ما ينجمش يقرأ كما أصحابه. دونك مثال الكتابة نعرف معناتها من العائلة، كي تعطيه إكزرسيس هو يبدا يقرا الجمله الاولى وبعد اكهو يشتت افكاره خاطر ما ينجمش يكمل يقرا، طاقه الاستيعاب نتاعو ما ينجمش. الكتيبه مثال في الاملاء في الانتاج في وقت الامتحان غير وقت الامتحان، يبدا يكتب وبعد يقول لك ما عينيش باش نكتب، ما نعرفش. هو يعرف اما ما ينجمش يكتب، عنده مشكله مثال في الارغو، ارغو ثيرابي لازم ارغو ثيرابي تخدم معاه كل شيء. دونك هذو كل كي ما ينجمهمش الولي وما ينجمهمش التلميذ. والتلميذ اللي نحكي لك عليه يعني بار اكسبيريونس مشى للسكولاريتي شاف الخلية كاملة من أخصائي نفساني الإرغو متاع السلوك كل شيء دار عليه، أمه يعني دارت عليهم الطب الكليكية ما خليت حتى طبيب، الأختوفوني البيدوبسيكياتر كل شيء، لكن باقي ما هيش لاقية معناتها نتيجة خاصة في وسط القسم. تقول لك ساعتين والتركيز متاعه يضيع، أي أني ساعتين كيفاش نحطه في القسم؟ كيفاش مش يقرأ لي هو لقاض والحساب والإنتاج؟ مش نعمل. وفما بالعكس شكون الأوليات نديهم وتقول له راهو ولدك كذا وكذا، إيه ولدي سامحني في الكلمة يعني مهبول إني مش نهزه القسم كذا وكذا. فما أولياء إني يمشيوا مع صغاري
ننصحهم نقول لهم مثال امشيوا للطبيب، امشيوا لاخصائي نفسي، هنا عندنا في المندوبيه هو يعطيك تو تندوسي، تقول لك اني ولدي مريضه، خليه ساعه حتى نشوفه هكا من الصغار الكل. يعني كل واحد كاش يرى. اما نحكي معناتها بالنسبه لهذوما اللي عندهم اضطرابات تعلم في القسم. اضطرابات تعلم؟ نعم. باهي هالو بدأت انت بالنسبه انت اللي حكيتوا انه تلامذه هذوما التعاهد يلزم يكون من فريق متعدد الاختصاصات، وهذا المطلوب، وكل تلميذ ونسق التعلم نتاعو. وحاجه اخرى انت عرجت عليها اللي هو حتى دمج جزئي ساعتين راهو باش يعمل بيرتورباسيون في القسم، صحيح راهو نجم يعمل بيرتورباسيون في القسم، لكن راهو انت الانكليزيون تاعو بارسيال هذا راهو مش قران منزل، راهو مش معناها راهو ساعتين سي ساعتين، راهو ينجم يجيك نهار وراهو يقعد نهار راهو. الو نسمع فيك تفضل. صحيح كلامك صحيح، اي كلامك صحيح. فهمني ولا جيست خاطر هي ساعتين كيف قررت وأنه هذا باش يتم دمجه، راهو الدمج سلو معايير معينة حسب أهداف معينة. يعني أنت قلتي كيفاش باش يستفاد التلميذ، احنا حاجتنا راهو باش يستفاد. علاش أنا قلت لك الأوبجيكتيف؟ راهو ساعات مثلا في العد، أنت مثلا عندك أن أوبجيكتيف يعد حتى العشرين، الصغير هذاك ما تعملوش حتى العشرين راهو، تنجم تعمله حتى العشرة راهو، وتنجم تعمله مدة زمنية اللي تتفقوا عليها باش يوصل للعد للعشرة. وتنجم راهو توصل مثلا نقولوا احنا حطيتوا له شهر، ينجم راهو في شهر ما يتعلمش. صحيحه خاطر هذوما التلامذه لازم يكون موجود باش انت ما تتحملش المسؤوليه وحدك راهو. المشكله سامحني كمدرس راهو ما عندكش عصا سحريه راهو باش تبدل به كل شيء راهو. يلزم الناس الكل تكون كونسيونت بالصعوبات. يعني مجموعه كامله مجموعه كاملة متداخله، مش فرد فقط من. بالطبيعه وحاجه اخرى لا عندهم اضطرابات في التعلم كل مره كما قال سي جمال، دونك شهر ممكن يمشي لك مريقل، الشهر الجاي ما يمشي لكش مريقل، اليوم ينجم يعدي خمسه سوايع غدوه لا، اما المعلم شنو ينجم يعمل معناتها هكا هكا هو. ولا ما نعم. سيطرق الصوت انقطع مرة أخرى. سيطرق كونيكسيون يسار ظهر لي. هل من متدخل جديد؟ سي طارق اكملت الاجابه على لمدام اسمهان. المتدخل معرفش جاوبها سي جمال وسكتت وسكت سي جمال. هل المتدخل الجديد مدام سونيا بن موسى رجعت؟ نستناو فيها صوتها يتعدى. تفضل مدام سونيا. مدام سونيا في انتظار. مدام سونيا سي علي الخليفي كتب ملاحظات عديده، نجم الداخل هو بنفسه سي علي الخليفي مش موجود. سأل موجود مدام سارة. نعم. أخت رجال مسعاوي قالت رابط الفورمز لا يفتح، أنا حليته تو دون بوكو دو نافيغاتور ويفتح دونك الخلل. نقولها جرب أنت في حاجة أخرى عن خلل عندك أنت بدل نافيغاتور. بدل نافيغاتور يفتح الرابط عنا احنا وعنا الكل، وفي وجربناه في عادي لان من معناها لما تستيه باش نسيبوه. اوكي سي علي الخليفي يسال سؤال، قالك هل هناك فرق بين صعوبات التعلم واضطرابات التعلم؟ اكيد تعرضنا لها في بدايه الحصه هذه. ممكن حاب يزيد يتاكد. اي ما يسالش بالنسبه لاضطرابات التعلم كما حكينا هو خلل على مستوى الوظائف العصبيه للدماغ، هو اضطراب مزمن لكنه ما يمنعش من النجاح في الحياة، بينما صعوبات التعلم هي وقتية وغير مزمنة، مثلا كما حالات الطلاق اللي تأثر على التلامذة
حالات مثلا وفاة شخص عزيز نجم تأثر على المسار الدراسي متاع الصغير الفات وأنه نعرف شنية السبب وقتها النجم نعاونوك الصغير ذاك باش يخرج من الصعوبة اللي هو فيها. نعم سي علي الغريفي عنده ملاحظة أخرى قال لك أنا أرى أن هؤلاء الشريحة من الأطفال وازداد عددهم في السنوات الأخيرة وهو ما يتطلب أهل اختصاص يعني التوجه به نحو مراكز خاصة ولكن أمام عدم تفعيل خلية الاختصاص وأمام عدم اقتناع الولي من ناحية ثانية يجد المعلم نفسه في مواجهة الظاهرة بمفرده ملما ببعض الخبرة أو ما تحصل عليه من علم النفس توظيفه لتوظيف المتذبذب بين تلقين التعلمات المناطة بعودته تجاه هذا التلميذ المسكين بين صعوبة تبليغ تعلماته وتأنيب الضمير كيف يكون عادلا بين تلاميذه. هذه الملاحظة اللي كتبها سقطها لكم كما كتبت تقريبا. هو المشكلة هو إنها رأي كانت تبدأ من فمش خلية وما يتعاونش الولي رامش يبقى المعلم ولا الأستاذ هو الوحد واللي سارع لان سي جمال ما نعرفش انتم تنجموا تدخلوا وحدكم لا في اطار فريق في اطار فريق من الجمش يزم تكون اللي انا المختص مثلا كيما سي جمال اذا هو يعمل في مندوبيه اللي ما يجيه ملف ليس سمحت بالنسبه للدمج الاطفال هذوما يقول لك نحطوهم في اقسام معزوله لانه توجه وزاره التربيه هو ليس العزل او الاقصاء هو دمجهم مع الأطفال العاديين لأنه ثم برشة تجارب أفض حتى ذوي الإعاقة على مستوى التشغيلية على مستوى الاندماج الاجتماعي على مستوى التواصل لأنه كي تواصل وتحطه في قسم مع أطفال عاديين بتكون النتيجة متاع النتيجة المرجوة خير من اللي تحطه في أقسام معزولة وخير من اللي تحطه في دي سنتر في مراكز مختصة والصغار هذوما راهم فيهم راهو ديزيليف جيني فيهم عندهم بريكوسيتي انتليكتويل كبيرة كيفاش نحن نقصوه ونحطوه البرة صحيح هذا ليس من العدل لأن احنا كي نعرفوا كيفاش نوظفوا الطاقات متاعنا ونوظفوا التكنولوجيا ونوظفوا الوسائل البيداغوجية الموجودة راهو نجموا نوصلوا بهم الصغار هذوما شوف بالله تم ملاحظة كبيرة التلامذة هذوما عندهم اضطرابات في التعلم كي تشوفوا في المجتمع وكي تشوفوا في الشارع وكي تشوفوا في الساحة ما شاء الله يتواصل مع العباد يقضي يمشي ويجي يكور يلعب مشكلته الوحيدة في التعلم لأنه رؤيته للأشياء تختلف على التلميذ العادي إذن هو اختلاف نعم سي طارق مدام لبنى تسأل قال لك التلاميذ هذوما هل يشملهم النجاح الآلي دون تقييم لا بالنسبة سي جمال تنجم كان عندك إجابة ما عندكش نجم جواب بالنسبة للتقييم راهو يتم تقييمهم إفراديا وبالنسبة للنجاح الآلي هي المذكرة متاع وزارة التربية تنص على كونه يستثنى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية من شروط الرسوب إذا أنس فيهم مجلس القسم القدرة على مواصلة الدراسة يعني إذا الدوسيه موجود ومجلس القسم شاف وأنه ينجح الصغير ذا ينجح خاطر سيد مجلس القسم هو سيد نفسه ولا فما منشور من الشير التربوي هي اللي فيصل معناته في الأشياء هذه مش تلقائين يعني المعلم هو وحده يقول النجح ولا لا ستارق انقطع الصوت مرة أخرى لا فما إذن المجلس قلنا المنشور المجلس قلنا المنشور مع فيا نسمع فيه مدام نسمع فيه أي تفضل صوتك تعاود مرتين سي طارق المنشور هو اللي يحدد كل شيء يعني فما مناشير من وزارة التربية إذن فيها شروط معينة
بالطبيعة يكون مجلس المجلس البيداغوجي هو اللي قرر وفق الملف الثاني نتاعو. نعم. مدام أميرة سي أحمد موجود للتدخل؟ حسب سارة غادر فما مشكلة الانترنت. الانترنت الغالب. هل من تدخل آخر زملاء؟ مدام بسمة، مدام سونيا بالله هنشوف فما صوت ولا تفضل. مدام سونيا بن موسى افتحي المفتاح. ليس هناك صوت مدام سونيا، المصدح مفتوح ولكن صوتك لا يصلنا، هذا هو المشكل. في انتظار وصول الصوت مدام بسمة قالوا تفضل. مرحبا مرة أخرى. اللي لاحظته هو أنه صعوبات التعلم هي ربما مباشرة أكثر مع تلامذة الابتداء، يعني المعلم تلقى عنده مشكل في أنه تلميذ يعني يتحرك برشا. بالنسبة لنا إحنا في الثانوي مش هي نفس العوارض يعني تظهر، عنا إشكالية في التعلم يعني في مستوى المعاني يعني الأفكار، هل أنه تلميذ قادر باش يركز معاك وإلا لا. إحنا نعرف نسبة التركيز ضعيفة شوية، بالنسبة ضعيفة برشا يعني في بمعادلة في ساعة بعض الدقائق، لكن هل أنه التلميذ اللي خاصة يبدأ يجينا ضعيف بطبيعته، ما نحكيوش معناه عنده صعوبات تعلم وعنده دوسي وغيره، تلميذ ساعات تراه عادي أنت وتشوف أنتوما في نسبة الانقطاع المدرسي والمعادلات يعني كيفاش أنه تلامنا ضعاف بصفة عامة ضعاف، يعني أني في الثانوي كيفاش نجم أني منحسش روحي تعقدت ولا أني قاعدة نتعامل مع تلامذة اللي هما بطبيعتي أني يلزمني نتكون باش نجم نتعامل معهم، ما همش تلامذة اللي أنت باش يقبل منك المعلومة ويجريك في الأفكار ويناقشك، ولو تلميذ متوسط ما نحكيش على تلامذة ممتازين. راه للأسف يعني الأستاذ توالينا نحس رواحنا كأنك وحدك في غابة مهجورة، معناها كعبتين بالسيف ساعات تقام في القسم والباقي الكل عالق، والتقييمات الكتابية هي أكبر دليل. بمعنى يعني نشوف أنه صعوبات التعلم أنتم تحكيوا على دوسي وعندهم معناها حاجة مربوطة معناها حاجة في بدنه في ذهنه في صعوبة معينة، لكن تلامذة تحسهم بالصعوبة هذه منتشرة في كل تقريبا أصناف تلامذة وخاصة المراهقين، نحسهم ياسر تحت ضغط الآلات اللي يستعملوا فيها، ما هوش معاك جملة. هل أنه نجم وإحنا خاصة تو الطب النفسي والطب المدرسي بصراحة يلزم فيه ثورة، يلزم فيه نظرة تقدمية، وين ماشيين يعني في الأخير؟ هل من استراتيجية يعني وزارة التربية يلزمها تتبناها باش نجموا نقاوموا هل معناها الانجراف هذايا اللي حاصل بالنسبة للتصحر المعرفي؟ التلميذ ما عادش يقبل المادة المعرفية في القسم، يقبلها من الانترنت، تلامذة اللي باهين في الإنجليزية خاطر يحبوا الغناء بالإنجليزية، يعني يشوفهم في الفرنسية ما تفهم حد شيء، وهذايا موجود. معناها في الأخير إحنا كيفاش نتصرفوا بصراحة؟ معناها في الثانوي كيفاش نتصرف مع تلميذ جاييني معناها مداركه معناها قدراته متوسطة وأحيانا ضعيفة، وساعات تلقاه جاي جوست باش يضيع الوقت وكهو. مدام مع الشكر بيوصل يعيش لهنا. رو أنت طرحتي سؤال أكثر من معناتها نعرف يتجاوز ربما معناها طبيعة حتى الحصة في حد ذاته التوجه متاعه، لأنه يعني هذاك اللي يوجعني معناها في ذاتي هذاك اللي مقلقني بصراحة. نحب نلقى له حل وحيرة. سبعين اللي في المندوبية تقول لك عندي قداش في سوسة قداش من الليسي بمعدل، تصور انت معناها حصة في العام كامل الليسي، تصور انت هل انه لقاء ليسي فيه 500 تلميذ ولا فيه نقولوا احنا فيه 100 تلميذ عندهم مشاكل؟ لكن صدقني مرة فتحت الباب انا وزميلتي للباب للعنصر هذا صدقني وقلت لهم اللي عنده إشكالية يكتب ورقة ويحطها في صندوق، صدقني الصندوق اتعبى وحسيت كل تلميذ حاجته بأخصائي نفسي باش يحكي معاه، وهذه الإشكالية إشكالية كبيرة برشا. بصراحة تحسك كل تلميذ كتاب على معناها لوحده كتاب. احنا كيفاش نتعامل مع تلامذة هذوما؟ أنا يجيني مثلا في الجمعة ثلاثة حصص في الأخير اسكو قادرة باش نجم اني نحيطه وخاصة تقلع به انه يولي يقرأ؟ احنا تو خطر كل شيء نقيموه انه وصل نجم يقرأ وإلا لا.
معناها تجاوز الصعوبات وأنه يجيب معادلي ويخدم مرتاح نفسانيا، يبدأ متوازن في القسم ومع أصحابه، معناها ما عندوش إشكالية. لكن الإشكالية في أنه أكتلمب اللي تحت التسعة، وفي التسعة وتلقاهم عندهم صعوبات من نوع هذا، معناها نفسانية تأثر على التعلم متاح. مع الشكر وين اقترحت زيجا الموضوع، ياريت معناها تركزوا شوية على المراهقة هنا خاصة وتأثيرها في مستوى الضعف نسبة التعلم أو قدرة التلميذ على التعلم والتركيز في القسم. ويعطيكم الصحة، وكان أطلت المعذرة. سي طارق، هل أنت موجود؟ الحاضر الغايب سي طارق اليوم. ما الانترنت عملتها فيه؟ عادي 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 جدا، فرصة باش نشكر مدام ويام ومدام سارة، سي طارق والخصائي سي جمال، اسمه جمال، سي جمال يعطيهم الصحة الرباعي. وإن شاء الله بالحق راهو التلامذة محتاجين في النقطة هذه بالذات، البعد النفسي، البعد التربوي. احنا الأساتذة نحسوا رواحنا ماناش مدعومين، كل واحد كما قال هو وش حط فيه ربي، وطول باله باش يتعامل مع التلامذة ويركز معاهم ويتلهى بهم. سي طارق، هل أنت موجود؟ مدام هيام. أهلا سارة. الموضوع يمس برشا المدرسين، معناها الواحد كيف يشوف روحه يعاني وحده، معناها وصحيح الأخصائيين معاه، أما في القسم راس وراس، معناها صدقوني تعب كبير، لكن هذاك واجبنا، معناش خيار آخر. وين يحز في نفسي أني نشوف الصغير هذاك يتعرض للتنمر اللي يزيد يعمق المشكلة، معناها من أصدقاء وتي، حتى ما أتهم أحد، ولكن حتى بعض الأولياء يرى أنه ولده خير من ولد فلان، وأكد تنمر. ياريت المجتمع يفهم، ياريت المجتمع بكله، رأي المسألة مش مسألة خاصة بالمدرس برك، هي أكبر من المدرس وأكبر من الولي في حد ذاته، ولي الشخص ذاك اللي عنده الصعوبة كذا. إذن ياريت لو كان الناس الكل تفهم وتاخذ بيده، وكما قال سي جمال فما بارشا وصلوا المراكز باهية وفادوا المجتمع وفادوا العالم كله، معناها ما شاء الله عليهم، فقط نقولهم يد المساعدة ونفهموهم فقط. هل من زميل آخر يريد التدخل؟ أخت بسمة قالول رفع يدها. لا، قاعدة رفع يدها. أوكي. كان فما امكانيه نتحاور احنا مدام هيام حتى يخلط هو سي طارق. تفضل. خير من الفراغ، خير من الفراغ. طبعا طبعا. هيا بس ما عندك ما تقول زهد. والله اني قلبي معبي الحقيقه، خاطر احتكاكي بالتلامذه خاصه انا مسؤوله في التوجيه المدرسي، معناها نحسهم، معناها التلامذه. الو. الو. تفضل مدام بسمة. ألو. سي جمال رجع. تفضل سي جمال. ألو. راهو نسمعوا فيكم، أنا مشكلة عنا خلل من يعني كونيكسيون في الصوت، الصوت مش قاعد يوصل الصوت بتاعنا. نسمعوا فيكم. إيه. سي جمال، ما أنا عندك برشا أسئلة وبرشا قلوب معبية تحب تتفرغ. تفضل. تفضل سي جمال. تفضل مدام. نسمع فيك سي جمال، تفضل انت. بالنسبه للمشروع اللي تحكي عليه، مشروع وزاره التربيه، وزاره التربيه عندها مشروع اللي هو خلايا مرافقه التلميذ في الوسط المدرسي، هو مشروع تحب تفعله، هو مشروع قاعده تقول وزاره تخدم على تفعيله بالشراكه مع اليونيسيف، واخذوا نماذج من مؤسسات تربويه في كامل الجمهوريه باش يخدموا على الملف هذا، كيفاش نجموا نفعلوا خلايا مرافقة التلميذ بالنسبة للتلامذة اللي عندهم صعوبات واللي عندهم اضطرابات واللي عندهم مشاكل في الدراسة، انطلاقا من تدني النتائج المدرسية نتاعهم، من كثرة الغيابات نتاعهم، من ملاحظة المدرسين والأساتذة نتاعهم.
البرنامج هذا ينطلق بريسك عنده عامين ومازال تو يعني في طور الانجاز يعني جيست يستنوا في النتائج وفي تعميم يعني التجربه هذه على كافه المؤسسات التربويه. الو نسمع فيك تفضل سي جمال. يعني احنا الامل نتاعنا في الخليه هذه كيفاش الخليه هذه باش تتفاعل. الخليه قلنا فيها برشا اعضاء يعني لا التربيه تقول راهي نتاعي ميت ولا الشؤون الاجتماعيه تقول ميت ولا الطب المدرسي يقول ميت يعني هذه يعطيك الصحه الوزارات الوزارات يعني كيفاش مجهودات الثلاثه هذوما يعني تنصب في المؤسسه التربويه هذيك لفائده التلميذ اللي يعاني ما الاشكاليات هذه ومن الصعوبات هذه ومن سوء التكيف لان توينا ولينا في ظاهره كبيره اللي هي ظاهره الانقطاع المدرسي وظاهرة الحرقة لغة أخرى وظاهرة المخدرات وظاهرة التسمم في الألعاب الإلكترونية كيفاش نجموا نفقوا بهم الكلام ذا هذوما كيفاش نجموا ننقذوهم كيفاش الخلية هذه تضافر المجهودات نتاعها مع الولي مع المربي مع كل شخص ينجم يمد يعني يد المساعدة لك التلميذ ذاك باش يخرجوه وأناهم الكلام ذا هذوما خاطر راهو ينجم يكون خاطر هي الخليه هذه في بلاد الكلام ذا معينين الفئه معينه اللي هي سهله الاستقطاب اللي هي الفئه هذه تنجم اطومومون باش يغادر المؤسسه التربويه. الو نسمع فيك سي جمال. نتصور هذا هو الامل نتاعنا اللي هو حاليا قاعد يشتغل عليه وزاره التربيه يعني بالشراكه مع اليونيسيف ان شاء الله. سي طارق عن سؤال آخر من مدام رجال مسعاوي قالت لك التلاميذ الذين يمارسون العنف على أقرانهم كيفية التعامل معهم؟ أول حاجة رويزنا دراسة الظاهرة هذه خاطر رويت نجم يكون عنف في أوكازيونال يعني ردة فعل حالة معينة لكن تكرار العنف عنده مبررات وعنده مسببات يعني لهنا يلزم ان ابروش سيستيميك يعني تدخل فيها المدرس حتى معامله المدرس مع التلاميذ هذوك المستوى نقولوا نحن التربوي لك الصغير ذاك عنده خطر بالعاده لهم التلاميذ اللي يمارسوا في العنف التلاميذ اللي نتائجهم مدرسيه متدنيه نعم من بين الفئات الوضعيات اللي تهتم بهم الخلية هي ظاهرة العنف في الوسط المدرسة. يعني لازم نشوف وش هي الدوافع اللي لازم تصغير ذاك باش يمارس العنف ينجم يكون هم أخضر خطر العنف وعنده برش تشريعات ثم يقول لك النظرية الإحباطية ساعات نقوله نحن تلميذ مارس العنف باش يخذ حق يلقى نتيجة مش يولد ينجم فشل ينجم يؤدي للعنف رفض يعني رفض أصحابه يرفضوا عدم التواصل مع المجموعة يخليه يستعمل آلية من الآليات اللي هو يتصور وسيلة للتواصل اللي هو العنف باش يقدروه ويحترم باش يشوفوا السلطة لكن هو غير سوي وهذا يدل على سوء تكيف في المؤسسة التربوية. نعم واضح. فما سؤال آخر سي طارق قالك إن صنفنا المتعلمين حسب خصوصية احتياجاتهم في التعلم أي حسب الصعوبة التي يواجهونها في مجموعات لمعالجة صعوباتهم ثم نلحقهم بقية المتعلمين في قسم هل سيسبب لهم ذلك إحساس بالنقص أو الحرج؟ هذا جاوبنا عليه ولا جاوبنا على سؤالك؟ يظهر لي إحنا ناقصين تركيز. لا فما أسئلة فما شكون يكتب سؤال مشابه لسؤال يعني زميل مش ممكن كونكسيون تتسكر وترجع زاد. هو ما ناخذوا ناس من منطقة إقصاء أو منطقة باش نبعدوهم لكن ثم تلامذة بالحق عنده هو مثلا كما تقول احتياجات خصوصية عندهم يعني عندهم الحق في ساعات الدعم
عنده ساعتين ينجم يدعمهم فيه. ثم تلامذة مثلاً فور باش ينجم يخلط على نسق التعلم ينجم ويأخذوهم هذوهم معلم، خاطر هنا ما فيهاش باب تشريع أو هو اجتهاد من عند مربين معلم، ينجم يأخذهم هذوهم جروب يخدم معاه باش يوصلوا، ومن بعد بتبيعته يقرأ في يقرأ مع تلامذة العاديين، يعني مش ياخذوا البرة. وهي راهي ثم تجربة صارت، وانه ساعات ثم تلامذة اللي كل زوز تلامذة يحطوهم واحد، ولو المهم ثم تلامذة باهين حطوهم مع تلامذة هذوكم جوست بور ايفيتي لا سيغريغاسيون، باش يبعد مك الاحساس بالدونية. هل من تسائل اخر من الزملاء؟ اللي ما عندوش رفع اليد ينجم يكتب لنا في الشات. لحد الان ليس هناك تساؤلات. سي طارق فقط الكلمه لك. اذا شكرا لكل الحضور، شكرا لاعضاء فريقي اللي اذا جاتنا حاله قصده، لكن عرفنا كيفاش اذا بتواجدهم بلحمه الفريق اللي فخور اني فرد منه اني ضلع من اضلاع هذا الشكل. اذا الروافد اذا كملنا تتعدى الحصه اذا